بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. بعض الإعلاميين لا يعرفون الفارق بين الفعل الماضي والفعل الفاضح. دي مش كلمتي، لكلمة المفكر العظيم الراحل الأستاذ جلال عامر. ليه أنا بقول دي؟ يعني احنا بنبقى علمونا زمان أساتذتنا ان احنا ما نعلبش المقدمة، يعني ما بتبقاش في مقدمة انت مجهزها، بتبقى في ممكن حدث اكتواليتيه بتعمله. لكن ايه اللي بيجرى؟ اللي بيجرى بنشاهد أشياء كثيرة جدا بتؤكد تلك النظرية. كنا في الصين من كام سنة كده في الأولمبياد، فكان في جملة بتتكرر، فبقول للناس هي ايه دي؟ قال لي احذر من التي تتحدث كثيرا عن الشرف. قالوا لي يعني بتبقى كده. ليه انا بقول الكلام ده؟ سنين طويلة وانا في الميديا وفي الإعلام، تجاوزت يعني بعد يومين يبقى 30 سنة إعلام. شفت كتير وقليل، ده غير الست طبعا. شفت كتير وقليل في حاجات كتيرة، لكن ما يحدث اليوم حتى كمان مش صنايعية في تطبيلهم. يعني انت ممكن تكون مطبلاتي بس خليك صنايعي. يعني ايه خليك صنايعي؟ يعني تبقى كده. يعني في فيلم إيطالي اسمه أنا أعرف أنك تعرف أني أعرف. إذا كنت أنا عارف وأنت عارف إن أنا عارف، طب أنت بتقول لي مين؟ ولما تعمل هتكلم بقى لغة هادية شوية، لما تعمل الشويتين دول، طب أنت بتعملهم على مين؟ كل الناس عارفة من هو المطبل ومن هو الإنسان الفير، عامل زي الزوج آخر من يعلم، كل الناس عارفة إلا هو. أنا ليه بتكلم؟ لأن ما وجدته في الإعلام اليومين دول لم أشاهده في حياتي. في حياتي لم أشاهده. المشكلة الكبيرة إذا كنت كذوبا فكن ذكورا. وكمان كان المثل ده ينفع من سنتين ثلاثة أربعة خمسة قبل ما يبقى فيه يوتيوب ووسائل الاتصال الاجتماعي. حاجات أشياء كثيرة جدا، زي ما قال أبو العتاهية الشاعر العباسي الأشهر: يا واعظ الناس قد أصبحت متهما، إذ عدت منهم أمورا أنت تأتيها. إذا كنت أنت كده وأصبحت تنصحهم بالوعظ مجتهدا، فالموبقات العمري أنت جانيها. هؤلاء يحسبون أن الناس لا يعرفون، ولكن الكل يعرف ولكنهم لا يدرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان. والأهلي ينتخب، الدعاية والانتخابات والحاضر والماضي. دلوقتي الواحد وهو ماشي في الشارع بيبص يلاقي كل حاجة فيها دعاية وانتخابات. أصبحت الانتخابات في كل مكان هي اللغة السائدة في هذه الفترة. تمشي في الشارع تبص يمينك تلاقي يفط، تبص شمالك تلاقي يفط، تطلع كوبري تلاقي يفط، تنزل من الكوبري تلاقي يفط، تفتح الموبايل تفرج على السوشيال ميديا، تفرج على تفتح فيسبوك، تفتح تويتر، تلاقي برضو دعاية ويفط. جوه السوشيال ميديا بقى فيه يفط. الكلام ده كله جديد، وانتخابات النادي الاهلي فيها كل جديد. فيها جديد في وسائل التواصل، فيها جديد في الكلام عن الندوات، فيها جديد عن كل حاجة بتحصل، حتى في الإشاعات. أول مرة نشوف كلام وإشاعات من قبل ما حتى الكلام يبتدي. تترمي إشاعات من هنا، تطلع مواقع من هنا، تفتح جرايد من هنا، تلاقي الإشاعات هنا وهنا، وكلها بعيد تماما عن الواقع. كنا دايما بنقول في قناة النادي الأهلي ربنا يبعد الإشاعات عن الفريق. الحمد لله فريق خد دوري وكاس، وصل نهائي دوري ابطال افريقيا، لم يوفق ولكن في مشوار الدوري لسه شغال بفضل الله، ولسه الانجازات مستمره بعيده عن الاشاعات. ولكن بيفضل سؤال مهم جدا، ليه قائمه تبتدي تتكلم عن القائمه الاخرى، وليه قائمه الاخرى تبتدي تطلع اشاعات عن القائمه الاخرى، ويبتدي الكلام يتنشر هنا وهنا، وفي الاخر الواحد يبقى محتار. يا ترى الكلام ده ليه بيطلع في الوقت ده؟ واشمعنى دلوقتي بيتقال وما تقالش من قبل كده؟ هو مش الساقط او الساكت عن الحق شيطان اخرس؟ اشمعنى دلوقتي ابتدى الكلام ده يتمشي؟ اشمعنى دلوقتي كل واحد بيستفيد وبيشرح في اشاعات ومتاهات بعيده تماما عن الواقع؟ اصبح دلوقتي عندك 36 مرشح ليهم كل الحق في ان هم يحطوا يفط واعلانات. هو ده النادي الاهلي. لما تلاقي الدنيا كلها يفط حمراء لانتخابات النادي الاهلي،
تعرف قيمة نادي القرن، وهم فعلا يستحقوا، لأن النادي الأهلي اللي عايزين يخدموه عنده الكثير والكثير من البطولات والإنجازات والقامات، فيستاهل أكتر من كل هذه اليفط وأكتر. وفي كل مكان هتلاقي إعلانات. لن تنسى جماهير النادي الأهلي والمتابعين لتاريخه الدور الكبير الذي لعبه عزيز عزت باشا ثاني رؤساء القلعة الحمراء، والذي تولى قيادة النادي الأهلي في الفترة ما بين عامي 1908 إلى 1914، بجانب تاريخه السياسي الذي كان أول سفير لمصر لدى المملكة المتحدة ووزير الخارجية المصري منذ عام 1935 وحتى عام 1936، وعضو مجلس الوصاية على عرش الملك فاروق، وأول رئيس مصري للنادي الأهلي عام 1908. ولد عزيز في القاهرة عام 1869، وبدأ عمله السياسي في محكمة إسماعيل باشا، وتم تعيينه أول سفير لمصر لدى المملكة المتحدة لمدة 5 سنوات، ثم شغل منصب وزير الخارجية المصري عام 35، وذلك لمدة سنة. وتم تعيين عزيز باشا كرئيس ثاني لنادي الأهلي عام 1908 حتى عام 1914، وبعدها أصبح الرئيس الفخري للنادي منذ عام 1929 وحتى عام 1941. ونجح عزيز باشا في تطوير البنية التحتية في النادي الأهلي، بجانب أنه أنشأ فريقا لكرة القدم، وبدأ جمع المال بالمساهمة من جانب أعضاء النادي من أجل المساهمة في تكوين الفريق، بخلاف القرار التاريخي في عهده برفض اشتراك الأعضاء الأجانب ومنع العضوية لغير المصريين. أهلا بكم. الإعلام اللي سمم الأجواء أم الأجواء هي التي سممت الإعلام؟ إيه رأيك فاروق؟ كلام مهم جدا، كلام واقعي. أصبح الإعلام الرياضي خاصة دخل في العديد من الأمور اللي ما كانش عمره دخل فيها قبل كده، ابتدى يوري أو يبرز بعض الأمور ما كانتش موجودة من قبل، وبقى التوجه هو سمة هذا الإعلام، التوجه حتى دون معلومات حقيقية، بمعلومات دائفة من أجل التطبيق وليس من أجل المعلومة اللي هي جاية من إعلام. أنتوا شايفين حضراتكم أن دخول الإعلام من ليس له علاقة به هو اللي عمل الحالة اللي احنا فيها، يعني ولا لغة المصلحة ولا الجهل ولا المآرب الأخرى؟ يعني الإعلام الآن عندما نشاهد الإعلام، يعني أنا مش مشكلة عندي ان انت تبقى يا سيدي منحاز. طب ما انا كخالد انا ليا ناسي جوه النادي الاهلي هنتخبهم، لكن لما باجي اقعد على الشاشه هنا وعلى الهوا هنا دي مش بتاعتي. وده اللي احنا بنقوله، من سمم اجواء من؟ من الواضح ان بعض الاعلاميين هم الذين قاموا بتسميم هواء الاعلام وتسميم الحاله الرياضيه، وده بينعكس بصوره صراحه سلبيه الى حد كبير على انتخابات نادي القرن، اكبر نادي في الشرق الأوسط، أكبر نادي على المستوى المحلي، أكبر نادي في المستوى القاري. وأكيد أنك تبعده عن كل هذه الأمور هو في مصلحته في الأول والأخير. النادي الأهلي كان بيلعب دوري أبطال أفريقيا، وكان الجهاز الفني بيعاقب في بعض وسائل الإعلام بسبب انحيازها لمسارات أخرى. تعالوا نسأل نفسينا وإحنا قاعدين، يعني كل واحد فينا يسأل نفسه وإحنا قاعدين. إحنا ساعات كتير جداً من كثرة المشاغل ما بنقعدش مع نفسينا وما بنسألش أنفسنا، هل تثق
هل من جربت عليه الكذب؟ هل من جربت عليه النفاق؟ هل من جربت عليه البهتان والزور؟ هل من الممكن أن تصدق؟ وإذا صدقته فالعيب في من؟ يقول الأمريكان يقولوا لك إذا خدعتني مرة فالعيب منك، أما إذا خدعتني مرة أخرى فالعيب مني. طب كيف بالله عليك عندما تعرف شخص تاريخه أو السي في بتاعه كله ما هو إلا تملق؟ على فكرة أنا لا أقصد، أنا بقصد على الإعلام ككل، يعني كيف تثق في من لا يثق فيه؟ العيب فين؟ أو زي ما قالت الست أم كلثوم، العيب فيكم ولا فينا ولا فيهم؟ يا أستاذ خالد، برضو تفتح بعض وسائل الإعلام تلاقي النادي الأهلي دايما هو اللي فيه أزمة، دايما مشاكل النادي الأهلي هي اللي ظاهرة، دايما في تسمع تمرد لعيبة النادي الأهلي، تسمع أن في مشاكل داخل الجهاز الفني، والكلام ده بعيد تماما عن الواقع. تسمع عن صفقات يتم نسبها إلى المدير الفني على الرغم أنها صفقات ناجحة وهي أصلا من مدير فني كان يسبقه، وأقصد جونيور أجاييه ومعلول في أحد الصحف كاتبين أنه هما من صفقات الكابتن حسام البدري، على الرغم من أن الاثنين واحد باك ليفت منتخب أفريقيا والآخر بيلعب في أفضل الأماكن في رأس الحرب، واحد من أعظم اللعيبة اللي موجودة في الدوري المصري، ولكن بيتنسب لبعض الأمور اللي بعيدة تماما عن الواقع وتصدير الأزمات من غير ما يكون في أزمات. لمصلحة من أيها السادة المشاهدين، لمصلحة من يحدث في انتخابات الأهلي؟ ويعني دائما وأبدا كنا بمنأى وبعد عن الترشقات والألفاظ وأشياء كثيرة جدا شاذة على النادي الأهلي. لمصلحة من تحدث تلك الأشياء الآن؟ لمصلحة من أخبار النادي الأهلي قاربت أن تكون في صفحات الحوادث؟ لمصلحة من يحدث للنادي الأهلي؟ هل يشعر أعضاء النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي أن هناك أمرا مدبرا بليل، أم أن لماذا تحدث ولماذا تحدث الآن؟ أنا أعلم وأدري، وحتى لما كنت في انتخابات أنا بقول أنا عايز أعمل كذا وأنا عملت كذا، لكني لم أشاهد إطلاقا هذا التجريح وتلميحا أو تصريحا. لمصلحة من؟ ودائما وأبدا أقولها، هل من الممكن أن تصل إلى أهداف نبيلة بطرق غير نبيلة؟ أعتقد أن ده بعيد تماما عن الواقع، وحتى إن كانت هذا هي الهدف المنشود هيكون بطريق غير شريف. نرجع وحاجة أنت فتحتها فاروق من البداية على الإعلام الرياضي. بالنسبة للإعلام الرياضي أنا زي ما قلت أيامه يبقى 30 سنة، مع احترامي لكل الناس اللي موجودة، أنا أقدم مذيع رياضي حاليا بعد طبعا زميلي العزيز الأستاذ هشام رشاد. سنين طويلة لم نشاهدها ما يحدث الآن. يعني أنا عايز أقول لك أنا جربت انتخابات كثيرة جدا، تجد أن هناك ملكيين أكثر من الملك، يعني تجد ناس مستميتة من أجل، ومع ذلك الآخر اللي هو بيستميت عليه لا تجد بهذه الحمية، لدرجة أن أنا في بعض الأوقات قلت تصدق كنت ممكن أصدقه، مع أن أنا عارف يعني إيه صدقة وهو الكذوب. بعضهم بجد البعض بيشعرك أن إيه أن دي حقيقة. يعني أنا شفت حاجة في أحد البرامج بيتكلم عن أحد المرشحين جايب مواد دعاية لهذا المرشح في انتخابات ماضية حتى لم يأخذ باله أو حذره أن الرقم الانتخابي بتاعه اتغير. يعني كان في الانتخابات الماضية رقم كذا، الآن رقم كذا، ما خدش باله. مهمة سخن الدنيا. وأعتقد أنه من الأفضل أنه يهتم ببرنامجه الانتخابي، يهتم بما يريد أن يقدمه من خدمات ومن أفكار لخدمة الكيان اللي هو حابب أنه يكون متواجد فيه على مجلس مسؤولية. ومجلس مسؤولية دي كلمة كبيرة، مش كلمة سهلة، مش أي حد يقدر أنه هو يكون في مجلس مسؤولية، لأن يكون تحت إيده أو عليه على أكتافه كيان كبير بيتحكم في مستقبل، بيتحكم في حاضر، بيتحكم في حاجات تقدر يا إما تدفع هذا الكيان إلى الأمام يا إما تبتدي تخش فيه في متاهات ومشاكل لا حصر لها. دماء العمومية يومي، كل يوم قناة النادي الأهلي كل يوم بتذهب للجمعية العمومية وترى آرائها. خدوا بالكم
لا يوجد ثبات في الانتخابات، هناك متغيرات وهناك أحداث قد تغير، ولكن ليست مع الثوابت، وإنما التغيير مع المتأرجح، الأشياء المتأرجحة. لكن الأشياء الثابتة زي ما قال نجيب محفوظ في أولاد حارتنا: لا تناقش عاشق في عشقه. يعني اللي بيحب حد، والله لو أنت عملت إيه، نروح للجماهير للسادة الأعضاء ورأيهم في الانتخابات، ونستقبل ضيوفنا لليوم الثاني. هنستقبل ضيوفنا وفي انتظار. من حوالي 2002 تقريبا او 2003، عضو في النادي من 1989. طبعا شفت الفرق الكبير جدا 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 من الفتره اللي فاتت وفتره كابتن محمود طاهر. قبل كده انا اسف، النادي ما كانش نادي، هو كان نادي مجرد استاد مختار تتش فقط لا غير. دلوقتي لا، انا شايف ان في انجازات على جميع المستويات. الحقيقه محمود طاهر والخطيب الاثنين على اعلى مستوى، يعني الواحد ما يعرفش هيرجح مين فيهم. محمود الخطيب باسمه وسمعته ولعبه، ومحمود طاهر بانشاءات اللي عملها في النادي، يعني الاثنين مبخره لينا، وربنا يوفق الاثنين باذن الله. انا اولا عضو النادي الاهلي من 63 وعضو عامل من سنه 80. احنا شفنا تطورات جميله غير مسبوقه في عهد أي حد من الإدارات السابقة، وفترة زمنية قصيرة، هي فترة 3 سنوات من 2014 لغاية 2017. بنية تحتية، منشآت، سواء في الشيخ زايد أو في هنا في الجزيرة أو في مدينة نصر، حاجات كويسة جدا. ويعني مش عارف أقول إيه التطور، يعني وفي يعني مجلس الإدارة وعد واوفى. اتمنى من اي مجلس اداره جاي ان شاء الله، والتوفيق للاثنين طبعا باذن الله بقدر الامكان. يعني اتمنى من مجلس الاداره ان هو يهتم اكثر بالناحيه الاجتماعيه في النادي الاهلي، مش بس الكوره، لان دي الحاجه اللي انا كنت شايف ان هي بتكون ناقصه النادي هنا. في نقطه برضو شايفها ضعيفه شويه بصراحه في النادي، اللي هي الاكاديميه بتاعه النادي الاهلي للكوره. المستوى بتاعها اقل من المفروض يكون عليه من ناحيه التجهيز. بتكلم مثلا على فرع مدينه نصر، لان ده الفرع اللي ابني موجود فيه. التجهيز بتاعها، الكراسي، الشكل العام وكده، يعني بصراحه المستوى بتاعها لا يليق بالمستوى بتاع النادي الاهلي، فدي من ضمن الحاجات المهمه. انا هرشح بالعقل وليست بالعاطفه، لان العاطفه ليها دور، اما العقل فانت بتشوف ايه اللي بيحصل في النادي بالظبط وفي الانديه بتاعتك، سواء في شيخ زايد او في مدينه نصر او في الجزيره طبعا اللي هي الحاجه الرئيسيه، والتطورات اللي حصلت فيها وبالسرعه الرهيبه اللي حصلت دي في فتره وجيزه جدا، فدي طبعا تخلي الواحد يفكر بعقله قبل العاطفه. انا محتاج لو مش على نفس الريتم اللي موجود ده حاليا، اللي هو عمليه تحديث النادي وعمليه الالعاب والبطولات اللي بناخدها، يبقى احنا مش عايزين اكتر من كده. الراجل اللي هو المهندس محمود طاهر حقيقه باذل مجهود جبار،
بالنسبة لتطوير النادي من حيث كل حاجة. احنا كأولياء أمور للأولاد ذوي الاحتياجات الخاصة ما بنفكرش ان احنا نيجي النادي غير علشانهم، وكل المطلوب من الجهاز الجديد الدعم لولاد ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعني الوقوف جنبهم ودعمهم بس بشكل يعني أهم من إنه يكون مادي، إنه هو يكون معنوي يعني. على قناة الأهلي. الآن شعار الأهلي فوق الجميع، يخوض ثلاثة من محبي النادي الأهلي الانتخابات المزمع لها يوم 30 نوفمبر الجاري لاختيار مجلس إدارة جديد للقلعة الحمراء، ليواصل سلسلة الإنجازات التي سطرها مجلس الإدارة الحالي بقيادة المهندس محمود طاهر داخل النادي الأهلي، حيث يخوض النائب البرلماني إلهام عاجين الانتخابات على منصب رئيس النادي مع المهندس محمود طاهر والكابتن محمود الخطيب والأستاذ محمد فضل الله ثابت، حيث يواجه منافسة قوية على سباق رئاسة النادي، كما يخوض معه في ائتلاف الأهلي فوق الجميع كل من الأستاذ خالد سليمان والأستاذ أيمن المرشدي. طموحات وأحلام يسعى الثلاثي لتنفيذها داخل النادي الأهلي، حيث وضعوا على عاتقهم مهمة العمل على تسيير كافة الأمور لأعضاء النادي الأهلي. لديهم أيضا طموح للحفاظ على هيبة ومكانة النادي الأهلي، ولعل أبرز ما يسعى الثلاثي لتنفيذه هو توفير مظلة قانونية متخصصة للحفاظ على استقرار النادي من مغبة استدراجه لساحات المحاكم والتي سعى البعض أن يدخلها النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل بعدما نجح مجلس المهندس محمود طاهر في السيطرة على كافة الأزمات القضائية، لا سيما وأن هذا الأمر لم تكن تألفه القلعة الحمراء من ذي قبل. اليوم يحل ثلاثي ائتلاف الأهلي للجميع الأستاذ إلهام عجينة والأستاذ خالد سليمان والأستاذ أيمن المرشدي ضيوفا كراما على برنامج الأهلي ينتخب، للحديث بشكل موسع عن برنامجهم الانتخابي ورؤيتهم المستقبلية للقلعة الحمراء، فابقوا معنا. مشاهدينا من جديد، سيادة النائب إلهام عجينة المرشح على منصب الرئاسة هو ضيفنا في هذه الحلقة. أهلا بك سيادة النائب. أهلا وسهلا بك. أهلا بك.
ايضا بنكمل ترحيبنا بائتلاف الاهلي للجميع، وابدا بالاستاذ خالد سليمان المحامي. اهلا بك يا فندم، حضرتك مرشح على عضويه مجلس الاداره. اهلا بك. اهلا بك. ايضا الاستاذ فتحي المرشدي مرشح لعضويه مجلس الاداره. اهلا بك يا فندم. ايمن فتحي المرشدي. ليش انا اسف فني لعلمك دي تعتبر دي انت كده اتقال اسمك مرتين، ده ايجابي يعني احنا كده، وممكن تكون انتم مرتبينها عشان تبقى الناس هو مرتبهم على محمد. سياده النائب، هل هذا الائتلاف كان قبل الترشح ولا اليات الترشح لقيتوا نفسكم عملتوا تقارب بينكم او يعني ايه ائتلاف الضروره؟ اولا انا بشكركم على الاستضافه الجميله دي، وده يعني هيكون سبب لاننا بعض اعضاء الجمعيه العموميه يتعرفوا علينا، وبنشكر قناه الاهلي على هذا الحياديه، مع تحفظي طبعا على ان احنا كان الموعد هيبقى الساعه 11، لكن تفهمت ان الماتش النهارده ماتش الاسماعيلي وبنبارك للاهلي، فعشان الاهلي غلب فاحنا هنسامح في 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 التاخير ده. تنزل المره دي يعني، فاحنا حبا لنادي الاهلي وحبا لقناه نادي الاهلي هنتغاضى عن الخطا الغير مقصود ده. لكن بالنسبه للائتلاف بتاعنا، الائتلاف للجميع، انا والاستاذ خالد والاستاذ ايمن، الحقيقه يعني لفت نظري ان حكايه الاهلي فوق الجميع دي يعني كلمه، الاعضاء اعضاء الاهلي وجماهير نادي الاهلي هم فوق الكل، فوق حتى النادي اتعمل لينا احنا، مش احنا اللي اتعملنا للنادي، طول عمر النادي اللي عمله اعضائه مش الاهلي اللي عمل اعضائه، الاعضاء ورؤساء واللي كان قبل الحلقه عندكم يعني تاريخ نادي الاهلي تاريخ عريق عريق بالبشوات وبالعمالقه اللي صنعوا نادي الاهلي، فما ينفعش اقول الاهلي فوق الجميع، ينفع اقول الاهلي للجميع. فانا الائتلاف ده هي فوق الجميع، مش هي هو طبعا منطق حضرتك مفهوم، هو ولكن الكلمه فوق جميع محبيه ورؤسائه واعضاء مجالس ادارته وكل هي من هي اتقالت في موقع كان فيه بعض في 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 زمان الكابتن صالح سليم الله يرحمه، كان الفريق الاول كان اعترض على حاجه في النادي على ما اذكر، فحتى هو لعب وكان بالماتش الزمالك، فهو جاب الاشبال ولعبهم وغلب الزمالك 2 3 2 وطبعا في الكوره ده كان 2-0 لا 2-0 انا متذكر هذا الماتش 3 2 مش كده؟ فمن هنا من هذا المنطلق قالوا ايه؟ لا الاهلي ما حدش يتحكم في الاهلي، فالاهلي فوق الجميع ايا كانت انت موقعك في الاهلي. قول لي الائتلاف تم بعد ولا قبل؟ الائتلاف تم الحقيقه، احنا اعتراضي على ان لان الاهلي للجميع فما ينفعش قايمتين يتحكموا بفرض على الاعضاء، والانتخابات اصلا فردي، والانتخابات فردي ما فيش حاجه اسمها قايمه برضو، ده يعني لان الناخب في الجمعيه العموميه للاهلي مثقف جدا ذو صفوه المجتمع يعتبر، فعارفين ان من حقك تختار رئيس ونائب وامين صندوق وست اعضاء وثلاثه من تحت السن، فانتخب اي واحد من الرؤساء اي واحد يعني ما ترتبطش بالقايمه، ومن هنا احنا عملنا ائتلاف، الائتلاف بتاعنا تم بعد الانتخابات، لان تم بعد تقديم اوراق بعد تقديم الترشيح والباب اتقفل وترشحنا والمرشحين 36 مرشح زي ما سيادتك عارف، فالتقينا بالمصادفه البحته، انا كنت نازل مستقل والزملاء برضه كنا نازلين مستقلين، الا ان لما التقينا يوم ماتش الاهلي والوداد المغربي في اسكندريه اتفقنا على اننا نعمل هذا الائتلاف لصالح النادي، وتبقى فرصه لعضو الجمعيه العموميه انه عنده اختيارات بديل، ما قدامكش الا يا القايمه دي يا القايمه دي او الائتلاف اللي هم ما فيش اوائم، يعني القانون ما والاستاذ خالد استاذنا في القانون وهو القيمه وقامه وراجل محامي طبعا يعني كل مصر تعرفه وقضاياه يعني الحمد لله
مش عايزين نقول 100% من قضاياه كسبها، لكن يعني راجل حجة في القانون وخصوصا القانون الإداري. فإحنا تم الالتقاء بالمصادفة في الماتش ده، وبناء عليه قررنا ان احنا نعمل هذا الائتلاف. فالائتلاف ده هو ائتلاف الظروف فرضته، والتقينا لو احنا كنا مقررين هذا الائتلاف من قبل الانتخابات اعتقد ما كانش بقى فيه الاخوة والاخلاص ده. على فكرة احنا مش بس ثلاثة، ائتلافنا مش ثلاثة، ائتلافنا فيه ناس من المستقلين اخرين معانا وما اعلناش عنهم لشغل انتخابات يعني، واحترام للخصوصيه اللي هم يعني واحترام في بعض المرشحين من المستقلين عاملين دويتو مع بعض ناس من الايمه، واحنا من الايمتين على فكره. وعلى فكره يعني لا 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 دي انا عدت دي. ايه مين اللي عاملين من الاوائم مع بعض؟ يعني احنا كائتلاف كده معانا ناس منين؟ من الايمتين متفقين معانا و... يعني ناس من الايمتين متفقين معاكم تصويتيا يعني؟ تصويتيا طبعا. اذا هم ما هماش ملتزمين تصويتيا برئيس الايمه بتاعتهم. فيه ناس من الايمتين ينفعش ده شغل انتخابات ولحقهم طبعا. هو اللي انت قلته ده لا ما انا ما سميتش مين يعني. ماشي. يعني انا عايز اقول لك ان احنا اكيد هيبقى معانا نائب رئيس واكيد معانا امين صندوق يعني او ستي النائب. ليه حضرتك ما فكرتش تعمل قائمه وتخش بيها قائمه مكتمله؟ والله انا الـ يعني اثرني ان الاهلي ما فيش فيه حد يترشح غير اثنين على الرئاسه. ثلاثه يعني او ثلاثه، جه الاستاذ محمد ثابت اتفضل بعد. فالاهلي لا، الاهلي سري باعضائه، سري بقامات كبيره. ما ينفعش الاهلي حتى من باب اسراء العمليات الديمقراطيه لا يصح ان الاهلي يبقى بالوراثه. لا في اللعب ينفع ولا ينفع، عشان انت كنت لاعب جيد او لاعب كويس في الاهلي ابنك يلعب، ولا في الإدارة في الأهلي ولا في الإدارة برضه. وبعدين يعني أنا طبعا أنا من يعني مش هقول لك أنا من مؤسسي نادي الأهلي ولا حاجة، ولا أنا عضو عادي جدا في نادي الأهلي. نادي الأهلي بالنسبة لي أنا بحبه جدا طبعا، وأعتقد كل الأعضاء بيحبوه، وال 36 مرشح يعني كلهم بيحبوا نادي الأهلي. لكن نادي الأهلي للأسف الشديد أنا يعني بوجه رسالة من خلال البرنامج المحترم بتاعكم لأعضاء الجمعية العمومية في نادي الأهلي، إن مش محدش جاب للأهلي لا الكاس ولا الدوري، بدليل إن الأهلي من 1907 وهو دائما هو الأول في أفريقيا. فإذا ما تدعيش أنت كمدرب أو كلاعب في حقبة زمنية ما او رئيس مجلس اداره النادي في حقبه زمنيه ما انك انت اللي جبت البطولات لنادي الاهلي. امال يا فندم جت ازاي؟ الاهلي لو قلنا ان المدرب حسام بدر اللي كسب الماتش النهارده اقول له انا اسف. لو ما في وتحدى الماتش الجاي بدون مدرب وشوف الاهلي يغلب ولا لا. يعني فانا عايز اقول ان الاهلي فعلا اسم تقيل، اسم بيجيب. كون ان الاهلي ينزل يلعب امام فرقه تانية ده له اعتباراته امام الفرقه التانية. فانا عايز اقول ان احنا الرؤساء مجالس الاداره اللي تخلدوا هذا المنصب اشتغلوا على الدوري والكاس، والدوري والكاس في كره القدم. اين الاهلي في السله؟ اين الاهلي في الطايره؟ اين الاهلي في الجمباز؟ انت بتتكلم ده السنه دي ولا قبل كده؟ انا بتكلم على لو جينا من لا، اصل السنه دي كاس الاهلي واخد افريقيا، الطايره واخد افريقيا، سله افريقيا، يد افريقيا، ودي الاول مره او لا يوجد نادي في العالم قدر يجمع ثلاث بطولات قاريه لثلاث العاب جماعيه. فدي حاجة يمكن انت دي كنت مسافر بره سيادتك. لا ما كنتش مسافر بره ولا حاجة، لكن دي مصادفة. لكن الاهلي طول عمره بياخد الدوري والكاس وبياخد بطولات، ما فيش يعني. انا عايز اقول ان الاهلي دوري بطولات. وهقول لك على حاجة، الاهلي قبل المهندس محمود طاهر كان بياخد بطولات،
والاهلي قبل الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته كان بياخد البطولات. حضرتك تقصد الكابتن حسن حمدي؟ هو قبل حسن حمدي. نعم. حسن حمدي والخطيب واحد. نعم. ما هو انا ما هو ده السؤال اللي هنساله بعد كده، اللي انا هساله للاثنين الرؤساء اللي مترشحين، الكابتن محمود الخطيب والكابتن محمود طاهر او المهندس محمود طاهر. الاهلي ما ينفعش يبقى ناجح في الرياضه بس، كمان اجتماعيا الاهلي ده مش من حق القاهره بس، الاهلي من حق مصر كلها، والاهلي للجميع، للجميع يعني لجميع مصر مش بس للاعضاء دي، يعني من حق كل محافظات مصر ان يبقى فيها اهلي، لان الاهلي ده بتاع مصر. الاهلي انت بتتكلم على 80 مليون مشجع من ال 100 تقريبا، وال 20 الباقيين منهم 15 ما بيشجعوش كوره، يعني 5 مليون بيشجعوا بقيه الفرق كلها مجمعه، و80 مليون بيشجعوا الاهلي. دي الاحصائيه الجامده دي يا سيادتك. ما هو ده الاهلي يعني. انا 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 في كل 10,000 واحد بيقابلني واحد بيشجع فريق اخر يعني، فدي احصائيه طبعا تقريبيه، مش انا يعني مش. ومن اجل ذلك حضرتك عايز تعمل فرع للنادي الاهلي في كل مكان؟ بنعمل فرع للاهلي في كل مكان. عايز تبدا باي مكان؟ انا هبدا كوني من المنصوره، فانا هبدا بالمنصوره واسكندريه، في اذا ربنا وفقنا ان شاء الله هنبدا بالمنصوره واسكندريه فور نجاحنا باذن الله. طبعا البرنامج الزمني لانشاء ال 25 فرع لنادي الاهلي دول هيكونوا خلال السنتين الاولانيين، هيكون 25 فرع. 25 فرع. هجيب فلوسهم منين يا ستنا؟ هجيب فلوسهم منين؟ سؤال جميل يعني. ال 25 فرع دول احنا يعني طبعا قعدنا مع الاستاذ ايمن مرشدي، راجل يعني راجل قام في 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 المحاسبه وفي الاقتصاد، وطبعا معاه برضه الاستاذ خالد كقامه قانونيه، ودرسنا الموضوع من حيث دراسه الجدوى، وطبعا دراسه الجدوى مبدئيه والدراسه القانونيه. هنجيب فلوسهم منين؟ انا مش بس هعمل 25 فرع للنادي، ده انا هدخل لنادي الاهلي 25 مليار جنيه. ازاي يا فندم؟ ازاي يا فندم؟ دلوقتي احنا لو قريت سعادتك البرنامج بتاعنا، انا قريته اول بند فيه ان احنا هننشئ نوادي فروع للنادي الاهلي بكافه المحافظات، والمستهدف من العضويه يحقق مبلغ 25 مليار جنيه. يعني انت حضرتك المردود الاشتراكات في الادويات طبعا هو اللي هيحقق لحضرتك هذا المبلغ. انت 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 انا عندي نوادي في المنصوره مش نادي الاهلي مثلا، وفي اسكندريه، فارقام فلكيه العضويه ارقامها فلكيه دلوقتي. انا لما اخد نادي الاهلي، ونادي الاهلي معروف ان الاهليه كلها يعني اهلاويه يعني، واسكندريه فيها برغم ان بيشجعوا المنتخبات الوطنيه بتاعتهم الاتحاد وسموحه و لان الاهلي وطنطا والعواصم المحافظات دي بيحبوا الاهلي جدا. فانا عندي النهارده اقل نادي محترم يعني ذو اسم القضيه فيه 100 و150 الف جنيه و200 الف جنيه. انا سمعت ان نادي في اسكندريه وصلت قضيه 600 الف جنيه ومقفوله. فانا لما هنشئ فرع النادي الاهلي في المنصوره، انا عندي جزيره الورد، نادي جزيره الورد في المنصوره، وهذا من يعني يعتبر اشهر نادي هناك او كده. العضويه في عدد الاعضاء فيه عدى 80,000 عضو تقريبا. فانا لما هعمل ال 10 لو العضويه بتاع الاهلي 100,000 جنيه، ف 10,000 عضو بمليار جنيه. انا اؤكد لك ان مجرد ما نعلن عن انشاء فرع في اسكندريه او في المنصوره او طنطا او او او, أو بورسعيد او اسوان او الاقصر او سوهاج او المحافظات دي، انا اؤكد لك ان في على الاقل 10 محافظات في الدوله في مصر هيكون العضويه فيها فوق ال 20,000، و10 محافظات اخرى هيبقى العضويه فيها فوق ال 10,000، وخمس محافظات هيبقى فيها العضويه 5,000 فيما فوق. اذا متوسط لو قلنا 10,000 في 25 محافظة متوسط ال 10,000 بيعملوا مليار جنيه، اذا 25 مليار. ولو اتدخل ابو خمسة
مع ابو 10 مع ابو 15 ولا كل واحد يروح ناديه؟ يا فندم اولا عايز اقول عليك على حاجه، النهارده انت استحاله تبقى من اسوان وهتيجي تركب طياره من اسوان او تيجي سفر يومين عشان تيجي تقعد. لا ممكن ابقى في القاهره يعني. هتبقى في القاهره، لو هتبقى في القاهره اولا النوادي دي كلها الفروع دي كلها زي احنا عندنا قضيه الوقت رفعها الاستاذ خالد ومتدخل فيها الاستاذ خالد في قضيه فرع الشيخ زايد. الجزيره ومدينه نصر مقر النادي، لكن الباقي فروع، الباقي فروع، فالفرع كل فرع هيبقى مستقل لوحده. طبعا هينشئ من هذه الفروع ان انا هعمل مدرسه كوره حقيقيه، لان انا هعمل شبه دوري كده، دوري داخلي الاهلي ببعضه، اهل طنطا هيلعب اهل المنصوره، اهل اسوان هيلعب اهل. انت حضرتك شايف ان مفيش دلوقتي اكاديميه كره قدم حقيقيه؟ لا، اكاديميه الكوره دي دي يعني مش فاشله، ده تم يعني اعلنت عن فشلها من عشرات السنين، لكن مفيش بديل. حضرتك تعلم ان النادي الاهلي النادي الوحيد اللي ثلاث ارباع قوامه الرئيسي من ابناء النادي الاهلي من مدرسه الكوره والناشئين؟ لا، هو بعد اذنك كلامي بيعفو، هي مدرسه الكوره والناشئين كعلاقه بالنادي الاهلي ده يختلف عن اي اكاديميه. يعني في احد المتبارين على الرئاسه عنده اكاديميه باسمه، في احد اللاعبين في نادي الزمالك عنده. دي اكاديميه مستقله عن النادي الاهلي، انا بتحدث كدا عن اكاديميه وناشئين وقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. لا، قطاع الناشئين بالنادي الاهلي ده قطاع ما حدش فينا يقدر طبعا ينكر ده دعامه اساسيه. يا فندم قطاع الناشئين ده حضرتك، ده قطاع الناشئين زي اي فريق في جمهوريه مصر العربيه له قطاع ناشئين، اي نادي يعني، اي نادي. لكن انا بتكلم على ان نعمل مدرسه حقيقيه للكوره، احتكاك حقيقي، اهل المنصوره يلعب اهل طنطا، اهل الغرب، اهل الدمياط يلعب اهل بورسعيد، يبقى في احتكاك وكانه دوري، وفي الاخر اهل القاهره خد الكاس، اهل اسكندريه خد الكاس، كاس الدوري ده درع هذا الدوري. تمام. هيبقى هنا من خلال ده الاحتكاك الحقيقي ده، وعلى جميع الاصعده او المستويات بالنسبه للاعمار السنيه. وعلى فكره مش بس في كره القدم، ده في كل الالعاب هيبقى ده، هيبقى فيه منافسه حقيقيه. انما الاكاديميه اللي عاملها مثلا يعني الكابتن محمود خطيب عامل اكاديميه عنده خاصه، وكلنا نعلمها يعني حاجه انا مرسوم. لا فاهم يعني، مالهاش علاقه بالنادي الاهلي، ماشي ما اختلفناش. لكن بيحصل ايه لو الكابتن محمود خطيب مسك رئيس نادي الاهلي؟ اذا هتبقى دي تفريخ لنادي الاهلي، وهناك مصالح تعارض مصالح، زي مثلا القضيه اللي رفعها الاستاذ خالد على احد المرشحين. انا ما اعرفش راجل واعي للنادي الاهلي ومرشح على ايه القضيه دي؟ ايه القضيه؟ انا ما عنديش فكره. شوف انا هقول لحضرتك، اولا بس هرجع للقضيه بس مرور الكرام كده، حضرتك سالت الاستاذ الهامي على الائتلاف ده تم ازاي؟ حضرتك فاكر ان المهندس محمود طاهر ارسل دعوه لل 36 مرشح، تمام، وخصص لنا اتوبيس في اي بي ولوجو وكده ياخدونا من النادي الاهلي لحد ما نروح نحضر المباراه ونرجع. فلاجل الحظ ان ما حضرش للدعوه بتاعه المهندس محمود طاهر لا من قيمته ذات نفسه هو الداعي، واحنا بقى رغم ان احنا بنشكره طبعا على الدعوه دي لان هي اللي ولدت الائتلاف ده، ولا من قيمه محمود الخطيب، وانا معترض على قصه قايمه انتخابات فرديه زي ما سعادتك عارفها، هنسير هذا المسمى. فلقينا 8 فقط من المستقلين هم اللي موجودين. شرفت باللقاء مع الهامي بيه، طبعا انا عارفه من زمان يعني، والاستاذ ايمن وانا وباقي 5 6 تانيين. تولدت فكرة الائتلاف واحنا ماشيين في الصحراوي، وان انا طرحتها عليهم لتقارب الرؤى. اولا اتناقشنا في البداية من غير ما انا اطرح فكرتي اللي هي تولدت في اللحظة دي، وعلى هذا الاساس كان كله بصراحة ابدى استعداد، وانا كان بودي ان كل المستقلين يبقى معانا. كانت انتخابات النادي الاهلي مجازا النهاردة 3 قوائم فقط، بدل ما احنا متفرقين كده يعني. فهنقول قايمة المهندس محمود طاهر، قايمة الكابتن محمود الخطيب، خلاص في قايمة لمثلا النائب الهامي عجينة. وعلى هذا الأساس لو جم معانا كان زمان الانتخابات النهاردة ما بين 3، وعلى الأقل ناخد حظنا في الإعلام اللي هو بيبخس الحق كثير جدا بالنسبة للمستقلين. ألم تدعى لأي قناة؟ لا، أنا بالنسبة لي الطرح على اي قناه بالنسبه لي. الم تدعى لاي قناه بما انك لا، احنا بالامانه دعينا الى قناه العاصمه مع الاستاذ سعيد حساسين، دي كان اول لقاء، ده تاني لقاء في قناة الأهلي، ما نقدرش طبعا نرفضه، ده شرف لينا على فكرة ولبنا، ولو كان جه في أي وقت آخر برضه كناش هنتأخر. طيب. وعلى هذا الأساس أرجع بس للجزئية دي، تولد الائتلاف من خلال الدعوة دي بصراحة،
وكلمنا كتير جدا من المستقلين، هم ليهم حسابات اخرى، يبدو ان في منهم حد جديد على الانتخابات، لدرجه في حد متوقع ان يحصل اي خلاف او اي شقاق ما بين قايمه والاخرى او قايمه ونفسها، وممكن يستدعوه في هذا الوقت. المهم من هنا تولد هذا الاختلاف. يعني ده لسه يعني لسه جديده، ادي احلامهم يعني. وانا قلت لهم لا، انزلوا للواقع، احنا ناس قدام شويه في الانتخابات وبنمارسها. نيجي للجزئيه دي، نيجي بقى للقصه. حضرتك بتقصد انتخابات الانديه ولا الانتخابات في مجلس؟ لا، انتخابات الانديه كنا بنديرها لصالح مثلا الاستاذ محمد فاروق والاستاذ خالد، وعندنا خبره فيها. مجالس اداره النادي الاهلي كلها من حوالي 25 سنه بحضرها. وان كنت انا عضو اساسا عامل في النادي الاهلي من 10 سنوات فقط، ولكن طبعا بندعم حد بنحبه وشغالين. قبل ما نرجع متر للقضيه اللي انت سالتني ليها، هروح بس الاستاذ ايمن المرشدي. استاذ ايمن، حضرتك محاسب في الاصل ورجل اعمال. تمام. اي من تلك البنود اللي موجوده هي رؤيتك موجوده في البنود اللي معايا دي في برنامجك؟ ايه هي ملامحك؟ يعني انا عايز اقول ان البند ده ملامحك. تمام، بالظبط كده. هو كنوع من الاستثمار والاقتصاد هي كيفية تمويل النادي الأهلي وتمويل البرنامج ده. فهو التمويل ال 25 مليار جنيه دول اللي هم ممكن يبقوا ميزانية دول، بعض الدول يعني، هي طريقة التمويل بتاعت البرنامج، الحاجات اللي احنا هنعملها. زائد ان في مشاكل كتير جدا بتقابل الأعضاء عندنا مثلا في مدينة نصر، زي موضوع الجراج. كله قاعد يجي يقول لك انا هعمل جراج، هعمل جراج، هعمل جراج. كان أول تصريح ليا في اليوم السابع بعد تقديم على طول موضوع الجراج بتاع مدينة نصر ده، موضوع أساسي جدا جدا جدا. عندنا قطعة أرض كبيرة غير مطورة في من ناحية النادي، من ورا عند الأكاديمية. الجيش رافض إن أنت بتعمل جراج علشان خاطر ما ينفعش تعمل حاجة عالي، وفي منطقة ممنوع، منطقة عسكرية يعني. فأنت بدل ما تعمل جراج فوق ما تعمل جراج تحت، من تحت الأرض. وبعدين مش ممكن يكون تكلفته اعلى فعلا؟ حلو الكلام ده، تكلفته عاليه. ده هو الجراج ده اساسا هيبقى تكلفه، اذا كان تكلفه عاليه بس هيجيب لك عائد كبير جدا. ان يعني هيبقى عندك باكيات، هتبيع باكيات، هتاجره، هتعمله. انت شايف تمويله بي او تي ولا تمويله من النادي ولا تمويله منين؟ يعني والله في كذا حاجه مقترحه، يعني في لسه كذا حاجه مقترحه. فطبعا ان شاء الله لما ينعقد المجلس هتقدم الاقتراحات دي كلها، سواء اذا كان ليا حصل في المجلس هنقدم الاقتراحات دي كلها ونقول لهم 1 2 3 ونشوف ايه الاصلح وهنعرضه عرض على الناس. انما كل الاقتراحات قدامنا موجوده ومعمول دراستها. اذا حتى لا قدر الله ما حصلش لنا توفيق في الانتخابات، هنروح نخبط على باب المجلس ونقول له يا جماعه لو سمحتم دي الحاجات دي مهمه جدا، ويا ريت تسترشدوا بيها، واحنا واقفين في ظهركم. لان هو ده طبعا النادي الاهلي اللي كله بيقف في الاخر وراه، علشان هو كده النادي الاهلي نادي عظيم. هو على فكره السؤال المباشر بي او تي ولا لا، هو اسم النادي الاهلي يسبق حاجات كتير على فكره، مجرد ما تطرحه في اي ما على مستوى الدوله في اي شيء انت عارف تملك تدعم لدرجه. طب برايك لماذا لم تنفذ تلك الفكره في سنوات ومجالس متعاقبه ليا؟ شوف، اذا كان ده كان بيحمل الاخرين على كاهلهم مثلا جزء مادي معين، ما هو ما حدش اتكلم فيه قبل كده. يكون في علمك هو اول برنامج تحدث عن الجراشات دي بشكل جدي هو البرنامج اللي احنا نزلناه. وسر بهذا البرنامج احنا وزعناه على فكره بشكل ابتدوا يتكلموا عنه. انا مش ضد يعني او مع يعني. انا ليا اللي ينفذه فقط. وعلى هذا الاساس انا باكد لسعادتك، اسم النادي الاهلي عندما يسبق اي مشروع كل الكيانات الاقتصاديه وعلى راسها البنوك في جمهوريه مصر العربيه تقدر تدعمك. سواء بالبي او تي، انا النهارده عندي اعضاء في مدينه نصر، لو انا اقترحت عليهم مبلغ معين لتنفيذ هذا المشروع. قصدك زي حمام السباحه، بدفع حمام سباحه ممكن حاجه زي. وكمان انا عندي الدوله وعندي بنوك تقدر تدعم جراج النادي الاهلي بنسبه معينه لو عايزين يديروا، او اي كيانات او حتى الحي. فكل الكلام ده مطروح وموجود وبدراسات قانونيه وبدراسه جدوى اقتصاديه. بس اهم حاجه انا ابقى املك سلطه التنفيذ. انا عمري ما هكون وانا خارج مجلس الاداره اقدر انفذ. لدرجه سئلنا مره سؤال مباشر، يعني كل الافكار اللي انتوا كاتبينها دي هب ان اي مجلس نجح، قلت لهم في اقل من 24 ساعه هنقدم دراسات الجدوى اللي عندنا بهذا البرنامج، ويا ريت هم يتولوه. خد بالك احنا يعني. معانا في القضيه بس هنروح للرئيس. اتفضل اتفضل يا ريس. ايه انت رحت فين؟ بس ما تطولش علينا يا ريس. انا ما رحتش ولا حاجه. بس انا عايز اقول لك على حاجه. انا البرنامج اللي احنا عاملينه ده، وخليني بس يعني اقرا لك بنود البرنامج كله عشان الساده المشاهدين. انا هو نزل البرنامج حضرتك والناس متكامل. نزل اولا انا كل ده هنفذه بدون ما اكلف
النادي جنيه واحد. انا استراتيجيتي مبنيه على ايه؟ انا والزملاء مبنيه على ان الاهلي ياخد فلوس يدخل له في الدخل مادي بدون ما يدفع جنيه. ده النادي. طب عضو النادي، عضو الجمعيه العموميه بتاع النادي، الكارنيه اللي معاك ده اول رئيس لنادي الاهلي عمل ايه؟ عمل حاجه اسمها، كان ايامها 1907 كان الـ 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 الاميه في مصر كبيره جدا، كان اللي بيقروا يكتبوا او المثقفين كانوا عدد قليل جدا من الشعب. فالاهلي عمل ايه؟ عمل اول مؤسسه في جمهوريه مصر العربيه حكوميه او اهليه تعمل حاجه اسمها مدرسه ليليه لمحو الاميه ولتعليم الكبار. تخيل. طيب الفكر ده راح فين؟ لان النادي اتاسس بفكره، فاللي جه مسك بعد كده هو جه ادار هذه الفكره، لكن هي مش فكرته. فدائما وابدا صاحب الفكره هو اقدر واحد على تنفيذها. فيعني شوف الاهلي تخيل اشتغل في ايه؟ في محو الاميه. طب دي علاقته بالرياضه. فانا الـ 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 الفكره بقى في ايه؟ ان انا النهارده كل اللي اشتغل في نادي الاهلي، انا مش جاي اقول انا هحقق لنادي الاهلي بطولات، نادي الاهلي بيا من غيري هيحقق بطولات، اي واحد هيمسك رئيس نادي الاهلي هيحقق بطولات. طب والتاريخ قال كده. ليه؟ لكن ليه يعني انت لانه الاهلي، لانه لا ما هو الاهلي خسر بطولات. هل الاسم فقط يكفي؟ آه. ما هو الاهلي قوه فقط، اسمه قوه الاهلي يا فندم. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، النوادي اللي انا هعملها في جميع المحافظات دي، لو انا عملت نادي وقلت في المنصوره او في طنطا او في اسوان او وسميته نادي برشلونه نادي خاص وحبيت اعمله، ها ها هيجيني كم عضو؟ 1000 2000 3. لكن نادي الاهلي، ما هي هنا بقى استغلال اسم نادي الاهلي لصالح نادي الاهلي ولصالح اعضاء. الا ترى انه غير مستغل؟ يعني انت شايف حضرتك طبعا بعد كل ده مش مستغل؟ كل اللي مسكوا نادي الاهلي كان هدفهم فقط، وده هدف نبيل مش وحش، الدوري والكاس. اما اقتصاديا انا شايف ان الاهلي، يعني الاهلي ده مؤسسه يجب ان يكون بها مليارات، ده مؤسسه. انا عايز الاهلي يتحول من انه كونه فقط نادي رياضي واجتماعي الى مؤسسه تساعد جمهوريه مصر العربيه. ال 25 فرع اللي حضرتك عايز تعمله، ال 25 فرع هيكون فيهم ايه يا فندم؟ هيكون فيهم اولا مش هكلف خزينه النادي جنيه واحد، حتى الجراج اللي الزملاء بنتكلم عليه ده واحنا حاطينه في البند بتاعنا. طب ليه ما سددوه؟ ليه ما عملوش كابتن محمود طاهر في خلال الاربع سنين اللي مسكوا؟ ليه ما عملوش الكابتن حسن حمدي وكان معايا الكابتن خطيب في الثمان سنوات اللي مسكوا؟ ودي كانت ازمه، عفوا الهامي بيه، ازمه مستمره بالنسبه لوسط البلد. لا دي متزايده. ايوه ومتزايده. يعني مش بتكلم على الجراج. ربما 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 كان ايام الكابتن صالح سليم او ايام، يعني الكلام ده من 20 سنه مثلا، كانت العربيات كانت رايقه شويه، مش زحمه بهذا الشكل ده. لكن النهارده دي بقت ضروره تامه لانشاء هذا الجراج. انت حضرتك شايف الاولويه؟ انا شايف موضوع الجراجات. انا شايف، لا مش بس الجراج، ده الجراج اصل ده مش عمل بطول انك تعمل جراج، ده انت مجبر على انك تعمل الجراج. الجراج ده ما يكلفش النادي جنيه واحد، ده انا اعمله بنظام البي او تي. انا عندي بنوك تقدر تمول ده، وشرف لها انها تمول نادي الاهلي. نادي الاهلي مش بنك شرف له، مش هيروح مجرد ما ندخل باسم نادي الاهلي اي بنك اقول له عايز مليار عايز اثنين. انا سياده النائب، انا كعضو جمعيه عموميه، بتقول لي ايه سياده النائب الهامي عجين المرشح على منصب الرئيس؟ انتخبني لان انا هعمل لك حاجات مختلفه تماما غير الجراج وغير الاشياء دي. غير ممكن الجراج. تحفزني كعضو اللي جمعيه. حفزك له، انا النهارده مطلوب ان انا اعمل للاهلي، لاعضاء نادي الاهلي، مدرسه خاصه يبقى اولاد الاهلي اللي يدخلوها. مش حكر على اولاد الاهلي او احنا بنميز اولاد الاهلي عن بقيه الشعب، لكن ابن الاهلي له اولويه انه يدخل هذا النادي، هذا المدرسه من كي جي 1، مدرسه تعليم تربيه وتعليم. يعني حضرتك تنشئها من الاصل ولا يتم التعاقد مع احدى المدارس انها تدي تفصيل؟ لا 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 لا، رحله واجيب اتوبيس اجر اتوبيس. لا انا عايز انشئ مدرسه تكون حريصه على تعليم ابناء النادي ده للجمعيه العموميه من كي جي 1 او من بيبي كلاس
حتى الثانويه العامه. هتسميها ايه؟ مدرسه الاهلي، مدرسه الاهلي للتربيه والتعليم. من ابتدائي لثانوي؟ من كي جي، من بيبي كلاس. هنعمل في كل فرع من الفروع دي فندق. طبعا الفنادق دي القاهره يبقى الفندق 200 غرفه 300 غرفه، في محافظات تانية صغيره يبقى مثلا ممكن يبقى 50 غرفه، كلام من ده. لو انت من اعضاء نادي الاهلي ورايح اسكندريه، بدل ما تنزل في فندق وتدفع لك 2000 3000 جنيه في الليله، لا هتنزل في نادي الاهلي وهتدفع. هتنافس بيوت الشباب كده زي هنافس بيوت الشباب، هيبقى بيوت الشباب لمؤسسه نادي الاهلي، لاعضاء نادي الاهلي. هنعمل المستشفى كمان لنادي الاهلي. يا فندم اماكن الحاجات دي هتبقى فين؟ اماكن الحاجات دي هتبقى فين؟ يا فندم انا عندي المكان الوحيد اللي ما فيش فيه اماكن للحاجات دي هو نادي الجزيره. لكن فيه مكان للباركن. لكن ما فيش فيه مكان للمدرسه، لكن فيه مكان للمستشفى. المدرسه يبقى صعب ان اعمل مدرسه هنا في 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 الجزيره. هتبقى مدرسه واحده يعني مش لازم مع كله. لا مدرسة. هيبقى نادي 6 اكتوبر هيبقى فيه مدرسه، نادي مدينه نصر هيبقى فيه يعني مدرسه. في المناطق الواسعه العاصمه الاداريه الجديده اللي تحتمل يعني. في المناطق العاصمه الاداريه الجديده هيبقى فيه مدرسه وفندق، ومدينه نصر هيبقى فيه فندق، وعلى فكره فيه المكان. وانا عايز اقول لك على حاجه، الجراج اللي هيتعمل تحت الارض مش مطلوب ابدا ان يتعمل تحت ارض النادي. طب استاذ الهامي اسال حضرتك سؤال، هل حضرتك شايف ان قرار نزولك على مقعد الرئيس في وجود المهندس محمود طاهر والراجل مسك النادي وحقق بعض الانجازات وماشي بشكل مستقر، وايضا نزول الكابتن محمود الخطيب رجل من رموز النادي الاهلي في الملف الرياضي، وايضا كان نائب رئيس ليه مع الكابتن حسن حمدي، وايضا له تاريخ كبير مع النادي الاهلي، هل حضرتك شايف ان القرار ده قرار جريء؟ والله هو انا شايف انه مش قرار جريء ولا حاجه، هو قرار عادي جدا. وانا شايف ان المهندس والكابتن، ما انا راجل بتاع انتخابات وخط انتخابات قبل كده، ما هماش يعني ما تعملش المستحيل اللي هو لا يمكن ان يعمل يعني، ما عندهمش اكتر من اللي عندي. هم صحيح صرفوا كل واحد اكتر من 100 مليون تقريبا على حد ما بسمع، انا ما كنتش قاعد معاهم، لكن طبعا أكثر. لكن انا عايز مليون صرفوا في ايه يا فندم؟ يعني صرفوهم في الدعايه. الدعايه صرفوهم من جيوبهم في الدعايه. انا سؤالي، انت صرفت مئات الملايين او 100 مليون او عشرات الملايين، بلاش المئات عشرات الملايين، خلينا نبقى موضوعيين. انت كل عضو من الائتلاف ده او التحالف او القايمه او سموه زي ما تسموه، اكيد قسموه على بعض، ولا فيه ناس دفعت وناس ما دفعتش؟ طب وفيه ناس من خارج الاهلي او من خارج المرشحين دعم ولا ما دعمش؟ وبعدين انا هدفع عشرات الملايين ليه؟ الكابتن محمود الخطيب راجل، انا على الصعيد الشخصي كلاعب، انا ما حبيتش لاعب في جمهوريه مصر العربيه من يوم ما انشات اللعبه لحد النهارده زي ما حبيت الكابتن محمود خطيب كلاعب كوره كده. في حاجات مسجله كده، ام كلثوم في الطرب، خطيب في الكوره، يعني كده يعني في علامات كده. فكابتن محمود الخطيب اولا انا زعلان عليه جدا لان بحبه. زعلان عليه من ايه؟ انا من انه يترشح في نادي الاهلي. ليه يا فندم؟ حقه ان هو يترشح. لان الكابتن محمود خطيب له رصيد كبير قوي عند الاهلاويه وعند الشعب كله، حتى اللي ما هماش اهلاويه. فلما يجي الفشل وارد والنجاح وارد. لو لا قدر الله فشل في اداره هذا النادي، انا شايف انه يخسر من شعبيته كتير، اللي انا ابقى زعلان عليه. طب ما مش الكابتن صالح سليم فشل في انتخابات من الانتخابات ونجح في اخرى؟ لا مش فشل، مش صعب، ده المصيبه انه ينجح. هو افترض له ان هو ينجح وما ينجح، وبعد النجاح انا بقول لك لم يحالفه التوفيق. انا 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 لو لا ده انا زعلان على الكابتن محمود الخطيب، مش لما يسقط، ده لو سقط يبقى ارحم. انا زعلان عليه في حاله النجاح وحاله فشله في الاداره، في اداره النادي هيكون هيخسر تاريخ، هيخسر رصيد كبير قوي عند النادي. وليه نفترض الفشل؟ انا بفترض انه هينجح وهفترض انه هيفشل. فاذا فشل في اداره النادي هيكون هنا الكابتن محمود الخطيب عنده اللي يخسره من رصيده عند الشعب وعند الجمهور. انا ما عنديش من الجمهور، عنديش يعني اللي اخسره، انا مش نجم يعني، هو راجل نجم. لذلك انا عايز اقول لك على حاجه، كل اللي مسكوا نادي الاهلي وكانوا بتوع رياضة
للأسف الشديد كان كل هدفهم وكل تفكيرهم على انه يكسب الدوري والكاس. لا. ما بصش ما نظرش اقتصاديا بما فيهم. لا. بما فيهم. انا عايز اقول لك على حاجة. الاهل اسم سهل قوي كان من عشرات السنين تعمل منه قلعة ما حصلتش زي ما انا بفكر وزي حضرتك ما قال الاستاذ خالد. حضرتك الرعاية فقط. لو انت نظرت لسيادتك رعاية الفريق الكرة فقط لا غير. لو انت شفتها في الكام سنة المتعاقبة هتلاقي ان النادي الاهلي في سنوات الكام سنة اللي فاتت الرعاية فقط اختلفت ملايين الجنيهات. لا اله الا الله. انت هتعمل لي زي احمد نظيف كان بيقول لنا هو احنا يقول لك ايه ميزانية مصر السنة دي اكبر ميزانية جت في تاريخ تاريخ مصر. طب ما هو طبيعي ان كل سنة ميزانية بتزيد. يا فندم الفريق واحد. بص سابك فندم احنا بنكلمك دلوقتي على رعاية فريق كرة قدم. اه ايه يعني رعاية فريق كرة؟ طب انت مثلا النهارده لو جايبين سين 100 مليون ولا 200 مليون ولا 300 مليون انت بوجهة نظر حضرتك عندما تصبح رئيسا هتجيب مليار من رعاية الفريق يعني. ده مش انا او اي حد بقى رئيس النادي لو كان السنة دي جايب 500 مليون السنة الجاية هيجيب 600 اللي بعدها يجيب 700. ده التطور الطبيعي يعني. اذا ده مش فضل. انا عايز اقول لحضرتك على حاجة. الكابتن خطيب وايمن انا بس سؤالي لهم من خلال البرنامج ما بسأل واضح اهو. انا بتكلم كلام واضح. انتوا صرفتوا مئات الملايين دي سواء من جيوبكو او حد سندكو او حد دفع لكو. اللي دفع الملايين دي ليه؟ ده انا كان اولى بيهم ان بدل ما يغطي سماء القاهرة بهذا الشكل ما النوادي كلها في انتخابات ايه؟ ما شفناش هذه البهرجه في الدعاية. القوائم الاخرى كانت برضه منزله انتخابات وليس قائمه الخطيب فقط يا فندم. ما ايوه قائمه ما انا بتكلم السؤال ده بساله للمهندس محمود طاهر له قصه ثانيه وقائمته لها قصه ثانيه. لكن انا باخد الخطيب الوقت خايلك. احنا دلوقتي عملنا دي انا خلي بالك انا بسالهم انا بسالهم وانا مستعد سريعا بس وانا مستعد طيب. للمناظره طيب. مع كابتن محمود الخطيب والكابتن والمهندس محمود طاهر ولو ان اشك انهم يجرؤوا يجوا معايا في المناظره تمام. لكن انا بدعوهم هنا في القناه استاذ خالد يجوا يناظروني هنا ماشي. استاذ خالد برضه عايز اسال حضرتك ايه ابرز شيء في برنامج سيادتك غير موجود في برامج المرشحين الاخرين؟ شوف انا هقول لحضرتك انا من النوع اللي هو يحب يستثمر في البشر. الاستثمار في البشر على فكره طول عمره ناجح ومنتج. النادي الاهلي اما بخش النادي الاهلي الساعه 6 صباحا انا بشوف قامات وهامات بييجوا يمارسوا الرياضه الواحد بالامانه يعني كان يحلم في يوم من الايام يشوفهم ويتعامل معهم. انا عايز افهم بقى الفصيل ده وده انفراد لينا احنا النهارده ودي فكرتي اللي انا عايز اتكلم مع حضرتك فيها وبقيه الزملاء اللي احنا جبناها في الفقره 11 او البند 11 من البرنامج. الاستفاده من خبرات كافه اعضاء النادي كلا في مجاله أو تخصصه بما يحقق الاستفادة لعضو النادي وللنادي وللمجتمع. اللي عايز أقوله لك إيه القامات والهامات دي. هل أنا مجرد الجمعية العمومية عندي في النادي الأهلي إن فيها فلان ده كان رئيس وزراء سابق أو فلان وزير سابق وإن طلع معاش ولا زال موجود وبيجي يمارس في النادي وأنا ساعات بدور على خبرات معينة أساسا أسعى إليها وأدفع تكاليف سواء استشارات أو أول آخر وأنا عندي الكفاءات دي اللي هو لو أنت سعادتك دعيته لناديه أنك تستفيد بالمناقشة معاه يفرق معاك كتير جدا. هذا الأساس أنا بقول إيه وبدون ما أسمي أنا النهاردة الاستثمار في البشر ده القامات يعني حد فكر مرة يدعو أو يقعد يمسك الجمعية العمومية. إحنا النهاردة يعني تقريبا بقينا أكتر من 300 ألف عضو في النادي 142 ألف عضوية فلو حسبتها ممكن توصل 300 وي بوجود الأسر يعني تمام. فالنهاردة أنا فكرت أقعد أمسك الأسامي دي ألاقي فيها الأستاذ خالد السي في بتاعه كذا لا فيها الأستاذ محمد فلوس السي في بتاعه وأنا حتى أدعوه كله يجي ويهرول بدون أي مقدمات. هو في لجان يا أستاذ خالد معنى اللجان بعد سعادتك محصورة في إيه ومسمياتها ايه وانتجت ايه وطلعت ايه؟ معلش ما هو في لجان مش عايزها تبقى لجان زي بقى ايه الغرف البرلمانيه. انا راجل عضو مجلس شعبي للمحافظه 14 سنه من 97 ل 2011 في دايره قصر النيل اللي هي فيها النادي الاهلي. مش عايز اقول لك اللجان بتفرز ايه على مستوى مجالس محليه او مجلس نواب او الى اخره. فانا مش مجرد المسمى. طب ما انا هطلب من حضرتك سميلي اللجان اديني جداول اعمالها تواصل مع مين في اللجان دي وانا لما اجيب لجنه فيها اربعه او خمسه
سين وصاد وعين. طب وانا بكلمك على عشرات او مئات الالاف، يعني الف او الفين او ثلاثة او عشرات الالاف موجودين في النادي الاهلي، قول لي كيفية ان انت استفدت بخبراتهم من هنا. يعني انت سيادتك عايز تقول في البرنامج بتاع حضرتك تمام. كيفية ان احنا عايزين نستفيد من عدد الاعضاء اللي موجودين بتخصصاتهم، اصحاب الخبرات والتاريخ، سياسة، اقتصاد، تمام. اجتماع، وزير سابق، وزير حالي، يعني كل الناس دي ازاي انا عندي الكنز ده ومش تمام. قادر امد ايدي اطلع من الكنز ده اللي انا ممكن. استاذ ايمن ممكن تضيف ايه على كلام الاستاذ؟ يعني الملخص العام كده انا اقدر اقول لحضرتك احنا عايزين نحول الاهلي ده يكون يعني احسن نادي في يعني عالميا، يعني زائد ان انت هتعمل الاعضاء. كلمه عايزين نحوله احسن نادي عالميا دي كلمه على المشاع، حلم لما هحددها لك. انا جاي احددها لك دلوقتي. انا دلوقتي عضو النادي، دلوقتي نبدا مثلا عضو النادي مثلا لما يبقى عنده بيبي مثلا في بيبي كلاس كي جي 1 كي جي 2 هيبدا في المدرسه الخاصه بتاعت النادي الاهلي، هيخلص ان شاء الله الجامعه دي مرحله تاليه، يعني بعد ما يخلص مثلا احنا طبعا كل الشغل اللي هيحصل ده احنا هنعمل شركه وهنأسس الشركه للنادي الاهلي، هي اللي هتدير كل البيزنس ده بتاع المستشفيات والمدارس والحاجات دي كلها، المشاريع بتاعتها. الشركه دي يعني انت الواحد هيخلص الدراسه هيجي احنا ان شاء الله برضه هنعمل شركه ان شاء الله. هتعمل شركه طبقا للقانون ان من حقك تنشئ شركات بالظبط، ولا انت هتتعاقد مع شركات؟ لا 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 كل بص حضرتك برضو انا ضمن الشركات اي حاجه خارجيه يعني اتفضل. هو انت لو جيت لقانون الرياضه الجديد 71/2017 رغم ما فيه من شوائب بشبهه عدم الدستوريه في نصوص استثمار كويس بالظبط كده، يعني القانون غطى ده عشان كده انا بنكمل بعض. ما هو لو سعادتك سالته السؤال ده هو مش متخصص قانون، ما في حتت قانونيه مع خالد بيه اقتصادية واستثمارية معايا بتلحقوا؟ لا مش قصة الحق قانونيا لا بضيف إليه المعلومة القانونية اقتصادية اقتصاديا وماليا انا برضو ده بس انا على فكرة معاي. سؤالي حسن نية لا انا مع حضرتك ماشي اتفضل اتفضل. احيانا حسن نية بيبقى يعني لا. الطريق بالاشواق لا يا فندم اتفضل اتفضل. احنا هتنشا العضو هيعلم ابنه في مدارس خاصه بالنادي الاهلي، لما العضو ابن العضو يتخرج اساسا الشركه دي ما عايزه ناس تشتغل فيها، المستشفيات عايزه ناس تشتغل فيها، يبقى ابناء الاعضاء طبعا ابناء الاعضاء هم اول ناس يشتغلوا فيهم تمام. ان شاء الله ربنا يسهل، ناويين نعمل كومباوند ومساكن وشقق وحاجات زي كده ما يجي يتجوز ابن العضو برضه هيبقى اسمها مساكن الاهلي او كومباوند الاهلي زي على غرض ضباط الشرطه وضباط الجيش على المساكن يعني محدده للنادي الاهلي هيلاقي شقه يسكن فيها لعضو الجمعيه العموميه طبعا هيلاقي شقه يسكن فيها، هنسهل له برده اجراءات ان هو يركب عربيه. فانت دلوقتي العضو في تعليم ازاي يعني؟ نعم ازاي تسهل له اجراءات يركب عربيه؟ تسهيل اجراءات يعني شايف شركات تمويل السيارات والحاجات دي هنعمل له اجراءات مبسطه جدا، وكانه بتاع النادي الاهلي ده هيضمن جوه في اي حاجه الشركات كلها هتتمنى طالما انت معاك كارنيه النادي الاهلي ده خلاص. ده في اي فرع بقى في ال 25 محافظه؟ طبعا طبعا اي طبعا 27 انت حضرتك قلت 25 ده 27 وفي اثنين قريبين القاهره والجيزه عندك كومباوند بس مصر منتجع سياحي زي اللي في مرسى مطروح ان شاء الله. الخطه ان احنا هنعمل منتجع سياحي مماثله في شرم الشيخ وهنعمل في الغردقه وهنعمل في السخنه، يعني احنا هنخلي عضو النادي الاهلي ده يعيش يعني لا هو ياخد حقوقه اللي يستاهلها. عارف هو اجمل ما في اللي انتوا بتقولوه حضراتكم ان انتوا المباشره الخدمه مباشره الى العضو مباشره بدون اي وساطه. هنطلع فاصل ونعود تاني نكمل. رجعنا لكم تاني وكان فاروق مع الاستاذ ايمن، ويعود لي ثانيه لاني سياده النائب من الواضح ان كاريزمه الحوار هتخليه ياكلها من الاثنين الاعضاء، لكن احنا مصممين نرجع. اتفضل. لا ده هم قبل مني استاذ ايمن كنت بتكلم مع حضرتك، حضرتك تفضلت وقلت ان في شركه هيتم انشائها للمشاريع وهيكون بهذه الشركه كومباوند لاعضاء الجمعيه العموميه وبعض الامتيازات الخاصه لحامل كارنيه النادي الاهلي. تمام. ف يعني هي يبقى احنا كده استفدنا ان الشركه ان العضو من ساعه ما يتولد لغايه يروح المدرسه لغايه ما يشتغل عايز يروح يصيف عايز يتفسح هنعمل كمان فنادق وهيبقى فيها التمويل ده كله. المدارس دي منين برضه عايز اعرف يا فندم؟ التمويل ده موضوع سهل جدا يا فندم. انت النادي الاهلي
يعني انا مش عارف انت مش عارف تستغل. يعني انا مش عايز اذكر اسامي شركات مثلا، شركه زي بتاعه سندوتشات مثلا لما تيجي تروح تقول لك انا عايز الفرنشايز بتاعها يقول لك 10 مليون و20 مليون، شركه ثانيه بتاعه سندوتشات برضو تقول له انا عايز فرنشايز يقول لك بس 100000 و200000. بس النادي الاهلي مش هيدي فرنشايز. لا ده انا بديك مثلا الاسم، الاسم ليه ثمن يعني، فاهم قصدي ازاي؟ اتفضل. القصه دي انا عايز اقول ايه، انا عندي بكون مثلا جمعيه تعاونيه لجهه فئويه ماشي، واول ما الجمعيه دي بتتم اول حاجه بيعملوها ايه، بيتقدموا للمحافظ المسؤول وبيطلبوا قطعه ارض 5 فدان 20 فدان ليه، لاقامه كذا مساكن كذا. تخيل حضرتك اللي هو بقى الاضافه القانونيه للجزئيه دي، يعني انا عندي النادي الاهلي عملت شركه اسكان لكل الاعضاء، لمجرد ان هو عضو في النادي الاهلي بقى عضو في الجمعيه. لو انا تقدمت عفوا يعني بعد الاخراج القانوني للمحافظ لتخصيص قطعه ارض في اي مكان تتخيله، حتى على اطراف مدينه 6 اكتوبر اي مكان، عشان نقيم مجتمع عمراني لاعضاء النادي الاهلي. حضرتك بقى قول لي، طبعا هنا الدوله بتساعد على ده مفيش اي مشكله، وده النادي الاهلي خصصولنا الارض، الاعضاء في ديبوزيت بيدفع في مبلغ معين والى اخره بيقام المشروع. انا بقول لحضرتك اهو لازلت ان اسم النادي الاهلي بالضمانه اللي موجوده الاعضاء وبالالتزام، لمجرد انا بديك الفكره بتيجي منين، ودي على فكره انا لما اتكلمت فيها ده انا عندي بقى الكيان قائم. طب استاذ خالد انت يعني اغلب ما سمعته من مشاريع قائمه على انا عندي اسم النادي الاهلي، اذا ماذا سافعله وانا مرشح لعضو مجلس اداره لتعليه اسم النادي الاهلي اكثر حتى استطيع الحصول على دعم اكثر؟ بص اللوجستيات هنا اساسا هي مش متوفره الا تحت اسم الكيان. انت عارف الجارانتي يعني في ضمانه. النادي الاهلي النهارده زي ما الاستاذ ايمن قال، اي حد عايز يعمل اي مشروع هو جاي ليه؟ ده جاي للنادي الاهلي عشان دول اعضاء النادي الاهلي. لو النادي ده من بره مكتوب عليه اي ممكن اسم. ممكن اسال حضرتك سؤال، ماذا يحدث في حاله الاهلي لم يتم التعامل مع الملف الرياضي بالشكل الانسب، فابتدى النادي الاهلي يخسر العديد من البطولات، اذا القيمه التسويقية لبراند النادي الأهلي أصبحت منخفضة، فلن تستطيع الحصول على الدعم اللي حضرتك بتأمل فيه؟ لا أنا طبعا عفوا أنا مش حد، لا عفوا أنا مش حد أقدر أجهل ما ده أصل النادي الأهلي الرياضة والألعاب الرياضية. إحنا ما بنتكلم في البند ده، أنا مفترض بقى أن النادي بتاعي نادي لازال بيحقق بطولاته، شيء طبيعي، منظومة هي الأولى في البداية. أن أنا لما بدور على الخدمات بدور عليها ما بعد. بس أنا آسف غندم، أنا لم أسمع أي شيء عن الرياضي في خلال هذا الحوار. لأن أنت ما سمعتوش لي لسبب يعني أن مفترض النادي الأهلي قائم على تحقيق إنجازات غير عادية في الرياضة. قول لي أنا ممكن أضيف إيه للنادي الأهلي من الناحية الرياضية؟ أنت إذا لم تضف تمام سينحسر الدور، وإذا لم تضف وإذا لم تزيد سيتراجع، لأن احنا تعلمنا إذا اكتملت النعم بدأت في النقصان. تمام. يبقى إذا حضرتك إذا لم تضيف وإذا لم تحافظ وإذا لم تجود ستجد نفسك بتنحسر وتجد نفسك تتراجع. يبقى أنت والنادي الأهلي رغم كل يعني، هل أنت متصور أن الكرة لا تدخل في انتخابات النادي الأهلي؟ لا تدخل، والنتائج تدخل في انتخابات النادي. لا هاخد من منك خالد بيه بس الجزئية دي مزعلاني يا فندم. أنا نادي الأهلي زي ما خالد بيه قال كده قائم، وفيه في حالة ما ربنا يوفقنا إن شاء الله ملف الكرة وملف الرياضة منفصل تماما عن الشركة اللي هتعمل كل إيه أبرز ظنونه يا فندم؟ ملف الكرة أيوة هيديره. أولا احنا خلينا نتفق ان الرياضة النهاردة بيزنس، يعني النادي اللي امكانياته جامدة هيقدر يشتري احسن لعيبة في كل المجالات. نعم. متفق معايا؟ متفق. انا بدخل 25 مليار جنيه هعمل بهم ايه؟ هحطهم في البنك وديعة؟ ما انا هشتري، ما انا هدعم الفريق الاول، هجيب لعيبة. ده انا كنت حتى بقول كمان ايه، ده انا مصر اذا يعني اذا ربنا وفقني، ده انا مش هجيب يعني هحاول اجيب ميسي ورونالدو الاهلي. لو ما جاش ميسي ورونالدو اللي احنا عارفينهم دول هيجي اللي يعادلهم اللي زيهم، على اساس ان انت معاك 25 مليار، على اساس ان احنا معانا يعني ده مليار جنيه، ده 25 مليار ولا جنيه ولا يورو؟ لا يا فندم لا، ده 25 مليار جنيه. ما تقوليش بقى ال 25 مليار جنيه يعني هيعملوا ايه؟ مالناش دعوه بالكلام ده، كلام عادي. انا عندي فروع للنادي بتعمل لي دخل، مدارس للنادي بتعمل لي دخل، للنادي فنادق بتعمل لي دخل، جراج بيعمل لي دخل. انا شايف كل دخل من المصروفات فين؟ المصروفات ايه؟ ما هو انت الاول عشان تعمل دخل بتصرف،
طبعا عشان الصرف، عشان نعمل حساب ارباح والخسائر، بعمل المصروفات في جانب معمول بس انا عشان ما اخدش ما استغلش وقت البرنامج في تفاصيل صغيره معمول ل 25 فرد. بعد اذنك بعد اذنك انا هقول لك المصروفات ازاي بعد اذن حضرتك. انا عاجبني ان انت اللي بترد عليه على طول. لا لا مباشر يعني. لا عاجبني. طيب بص، الفرع اللي هيعمله الاستاذ الهامي بمجرد نجاحه او يعني لا قدر الله ما نجحش هنقدم احنا الدراسه دي، عمل فرع في المنصوره. هو انا لما اعلن عن فرع النادي الاهلي في المنصوره وبقول ان العضويه 100,000 جنيه واللي عايز يحجز مكانه يدفع 10,000 جنيه. اتحداك لو قدرت تسيطر على الطوابير اللي هتبقى موجوده واخد الارض بيها الاول وبعدين ان انا اكمل. تمام يعني ده يعني انا قول لي بقى ده ياخد بالظبط. انا مش عامل اختراع. أيوة. انا النهارده القاهره الجديده و6 اكتوبر اتبنت ازاي؟ انا جاي ده حصل ازاي؟ ما انا ضربت لحضرتك يعني مثال بسيط. مش عاملين اختراع. اصبح انا عندي هنا اساسا ده امتى حضرتك بتدفع في اي كومباوند ديبوزيت بيوصل لنص مليون ومليون وبيقول لك الاستلام بعد 6 سنين. وايه الضمانه اللي انت رحت للشركه دي ودفعت فيها؟ وانا يسبقها وانا باكد ده للاستاذ محمد اسم النادي الاهلي كبير وضمانه لاي نشاط تجاري ممكن اعمله. هو زي بقى ما الاستاذ الهامي قال لحضرتك، هي الفلوس دي انا هاخدها يعني هركب بيها اسف مراجيح يعني ولا هصرفها فين؟ يا ما عندي بقى الاساسي اللي خلاني النادي الاهلي هي كل الالعاب الرياضيه كده. الفلوس جت وعلى اساسها يعني انت كده بتتكلم معايا جدا. الفلوس جت جدا وبعدين موارد الصرف فيها تتحدد لها اولويات. اكيد طبعا اول اولويه ليها على النشاط الرياضي بكافه، الاول كره القدم لان هي الكره الشعبيه الاولى ما نقدرش نغفلها، وده تقريبا جزء كبير نسبه كبيره من هذا الدخل العملاق هيكون مخصص ليخدم على الفريق الاول في كل اللعبات. ازاي؟ في كل يعني هاجي نخصص الفريق، احنا دخلنا مثلا 25 مليار، فيه منهم 5 مليار على الاقل هيبقى هنبني بيهم النوادي دي، في عندي 20 مليار، في عندي 15 مليار، في عندي 10 مليار، ال 10 مليار دول هيخصص منهم جزء لشراء بعض اللعيبه في مش بس في كره القدم، الاول في كره يعني كره القدم هيبقى لها النصيب الاعظم مثلا 30 او 40% من هذا الدخل للتخديم على اسم نادي الاهلي اللي هو. وناوي تجيب مين مدرب مع ميسي ورونالدو؟ لا مش ميسي ورونالدو معلش ده اسقاط اسقاط. لا 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 انا قصدي يعني بحجم ميسي ورونالدو. ايوه كده المدرب لازم الطموح يذهب ساعتها يطرح نفسه. اقول لحضرتك على حاجه انا ضد بكل ما املك من قوه اي مدرب اجنبي، لان انا عندي كفاءات في اللعيبه المصريين وفي المدربين المصريين وثقه فيهم. اولا عايز اقول لك على حاجه، انت لو معاك حاجتين لازم تكسب اي بطوله تدخلها، الفلوس انك تبقى اللعيبه الكويسين، دعم مادي يعني الدعم المادي. تمام. اللي يقدر يحقق لك انك تشتري اللعيبه الكويسين وتدي لهم فلوس كويسه، و الوطنية المخلصة أو الحماس الزايد. يعني أنا بفتقد لحماس حسام حسن كمدرب. حسام البدر راجل محترم وأنا بحبه على الصعيد الشخصي وحقق بطولات مع نادي الأهلي ما فيش شك نرفع له القبعة، لكن حماس حسام حسن مع خبرة حسام البدري يعملوا يعني مين يشتغل التاني مدير فني ومين مدرب يعني؟ لا هو ما ينفعش الاثنين مع بعض يعني بيقول لك ده حاجه. انا عايز اقول حسام حسن برضو تدريبه على فكره، اقول لك على حاجه، انا يعني اذا ربنا وفقني المفروض ما اقولش الكلام ده يعني، بس انا اقول لا عشان الحسن لا اول قرار هاخده ان لا توريث في لعب الكره وخاصه في نادي في الفريق الاول. هو في توريث طبعا ازاي زي لا 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 يعني ما علينا من الملف ده توريث. لا 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 معلش يا استاذ الهابي بيه مش رايح لتوريث. شوف يا فندم انا واضح لك ما تغطيش ام بي، انا غير راضي عن اداء شريف اكرامي وهذا التوريث اللي انا اقصده. انا واضح يا فندم الراجل حارس مرمى منتخب مصر. لا يا فندم ما هو برضه ما انا عايز اقول لك على حاجه، محترف بره ازاي يا فندم؟ هات اي واحد ياخد فرصه الفرص اللي خدها شريف اكرامي وشوفوا يعمل ايه. لكن اكرامي نفسه بقى
اكرامي نفسه، انا عايز حد على غرار اكرامي وسالت البطل وعصام الحضري وعادل المأمور والناس دي. بص يا فندم، بص يا فندم، انا اقول لحضرتك حاجه بس انا اسف للمقاطعه. مع كامل احترامي وتقديري، هذا برنامج الانتخابات وانا لم ارد على اي شيء حضرتك طرحته في طموحاتك واقتراحاتك، ولكن شريف اكرامي هو حارس مرمى فريق النادي الاهلي حتى هذه اللحظه، وحتى هذه اللحظه هو حارس منتخب مصر وله كل الاحترام والتقدير. وانا ما بحترموش، انا بقول لك انا غير اكرامي، غير راضي يلعب بالتوريث. انا غير اكرامي له تاريخ يا فندم، وراجل بيجتهد في تمرينه. اولا سيادتك، هنخرج من الموضوع. انا بس يا فندم، يا محمد انت هتحدد لي انا ادير نادي الاهلي ازاي والعب منه؟ لا يا فندم، انا سبت لحضرتك طريقتك، يعني انا من لم اقاطعك في هذا الشأن. انا من حقي اطرح رؤى على الجمعيه العموميه، وانا جاي هنا عشان كده. حضرتك وجهه نظر سيادتك في برنامجك الانتخابي ان شريف اكرامي لا. يا لا طبعا لا انا لا انا لا 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 انا واضح على فكره، انا ما بوضحش، انا مش هسرح بعد اذنك. بص سيادتك، انا جاي لحضرتك. بص سيادتك، اخر حاجه شريف اكرامي كان نجدنا من اخر حاجه في غانا في اخر لحظه، لكن احنا في مش في معرض الدفاع عن شريف خالص. تمام، يعني انا عايز اقول لسيادتك مش في معرض. اولا انت في سيادتك، انا سياده النائب قال ان حضرتك في قضيتين ودعوتين، سيادتك خصم متداخل هجوم في دعوه تداخل انضمامي، انضمامي منضم لي دعوه، واخرى انت رافع الدعوه بتاعتك. حضرتك انت منضم الى دعوه الشيخ زايد اللي هي المفترض ان هي الاحد القادم هتبقى لا هي مش حكم، هي تاجلت برضه كاجل اخير، ممكن تاخد ثاني يوم اخر اخر ادب، ممكن تبقى ثاني يوم غرفه مشوره، ممكن ثاني يوم تبقى جلسه خاصه احكام، ممكن تبقى جلسه في نفس اليوم، ممكن تبقى في نفس دي كده. انا في قضيه ثانيه انا ما اعرفهاش، ايه هي؟ شوف، قضيه طبعا الشيخ زايد هم خدوا فيها حكم في شهر مارس بان هم من حقهم يصوتوا في الجمعيه العموميه. تمام، وانا يعني اعتقد ان اداره النادي الاهلي ما عندهاش اي غضاضه في هذا الحكم، ولكن اللي واقف لنا فيه اللجنه الاولمبيه لما ابدت راي. لا هم رغم ذلك فرع وما لهمش والكلام ده كله، انا مش هخش فيها كتير خلاص، لان انت الحكم عنوان الحقيقه، فيجب على الجهه الاداريه انها تسعى لتنفيذه قبل كمان من النادي الاهلي يطالب بده. بس انا شايف ان اي من الاداره في النادي الاهلي ما عندهمش مانع، وانا باكد ده لان عارفه بالظبط كده ودي موجوده. فانا لما لقيت القضيه دي وهم رافعين الدعوه لالزام الجهات الاداريه بتنفيذ الحكم، انا تدخلت معاهم في هذه الدعوه. لا ده حق، وانا اعتقد ان اي حد معاه كارنيه النادي الاهلي مش قصه ان هو يستفيد بكل الخدمات فقط ما عدا ان هو يصوت في جمعيه عموميه او يترشح. داخل حضرتك معاهم في اشتكال استمرار تنفيذ ولا مش داخل معاهم؟ طبعا داخل معاهم فيه. فتدخلت على هذا الاساس واعلنت بعريضه التدخل وخلصنا منها. القضيه الثانيه بقى ايه هي؟ شوف حضرتك، انا قانون الرياضه في جمهوريه مصر العربيه، وانا اخشى وبقولها للنادي الاهلي ككيان ولكل حد بيحب النادي الاهلي، انتخابات النادي الاهلي تبقى للائحه استرشاديه فيها بنود محفوفة بعدم الدستورية، وكذلك قانون الرياضة الذي يدافع عنه برضو الوزير بشكل وهو خالي من حاجات كتير جدا وتشوب شوائب عدم الدستورية. أنا بقول انتخابات النادي الأهلي على المحك لأي من ينجح فيما بعد النجاح، والدليل على كده إيه؟ هقول لحضرتك، أنت عندك النهاردة قانون الرياضة 71 لسنة 2017، المادة 46 دي مادة مهمة جدا، وطالما حضرتك أستاذ خالد أستاذ محمد معنيين بالأمر الرياضي بهذا الشأن التخصصي، أنا بودي نرجع نقرأ نصوص القانون ده، فارق معانا كتير في أنه هو على الأقل يبقى محل النقاش مع أي حد متخصص. المادة 46 بتقول إيه؟ ولا اجتهاد مع النص، بتقول إيه؟ لا يجوز الجمع ما بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى النادي اللي حضرتك هتترشح عليه سواء بأجر أو بغير أجر، يعني العمل بأجر أو بغير أجر، يعني بما معناه حضراتكم تحبوا النادي الأهلي تبرعتوا في السنة دي بملايين عشان يشتروا لعيبة، ما ينفعش سعادتك تنزل تترشح على مجلس الإدارة، خلاص القانون بيمنع وده نص المادة. يعادله إيه بقى؟ نص المادة 30 في اللائحة الاسترشادية اللي هي رائحة النظام الأساسي اللي النادي بيشتغل عليها، اللي النادي اشتغل عليها وهم اللي أقروها. برافو عليك. المادة بقى 30، لا مش النادي اللي أقرها، اللي أقرها اللجنة الأولمبية لما ما قبلتش الجمعية العمومية. في المادة بقى 30 بتقول إيه؟ بتقول برضو لا يجوز الجمع ما بين عضوية مجلس إدارة النادي والعمل لديه بأجر أو بدون أجر. وعلى هذا الأساس أنا لقيت إن الشائبة دي متحققة في المركز القانوني المين للأستاذ محمد الضماطي. على اساس؟ على اساس ان هو الراعي الرسمي للنادي الاهلي، وهو الذي وقع عقد الرعايه
مع النادي الاهلي في 2016 شركه ولا بنفسه؟ لا شركه او بنفسه. لا يعني هو وقع نيابه ولا هو وقع نيابه على الشركه؟ نائب رئيس مجلس الاداره. فانت اصبحت في علاقه عمل بتدفع فلوس للنادي الاهلي. كان مفروض الكابتن الخطيب بما له من مؤسسه قانونيه تراجع هؤلاء الملفات وتشوف اي شائبه وتتكلم فيها. خد بقى المفاجاه الاخرى. كان في لجنه في النادي الاهلي عشان خاطر تتقبل اوراق ترشيحنا. اللجنه دي طبقا للقانون فتحت لمده اسبوع، بيمثلها الجهه الاداريه. نعم. موجوده في اللجنه. نعم. الجهه الاداريه ما بعد غلق باب الترشيح انا بقعد 3 ايام كمجلس اداره النادي الاهلي معايا الملفات. النادي الاهلي يبدي ملاحظات الماده 13 في اللائحه الاسترشاديه، ما لقاش ملاحظات على ملفي ولا ملف معالي النائب ولا الاستاذ ايمن ولا حضرتك، ولا بعته للجنه الاولمبيه. اللجنه الاولمبيه هي من حقها لو هناك ملاحظات تباشرها برضو، ولو ما فيش ملاحظات بتزكي هؤلاء واعلنت ان ال 36 ما لهمش مشكله، وعلى هذا الاساس اصبحنا كلنا في سباق الانتخابات. لما اللجنه الاولمبيه اللي هي عامله اللائحه الاسترشاديه وحط الحظر في المادة 30 إعمالا للمادة 46 من قانون الرياضة تجيز ملف زي ده. طب انت حضرتك ما نجال حضرتك قدمت للجنة الأولمبية؟ ما نجال حضرتك انا خصمتها، ما ينفعش تبقى خصم وحكم. خصمتها لان انا قضاء الإداري. قضاء ليه بقى؟ ولو حكمت القضاء الإداري في تصريح لرئيس اللجنة الأولمبية يوم الخميس قبل الماضي في جريدة الشروق، قال حتى لو محكمة القضاء الإداري او الإدارية العليا حكمت احنا مش هنمشي. تاخد مفاجأة يتحبس. لا هو ملوش دعوه، مش شخصيه يا فندم. بعد اذن عفوا اللي يروح لمديريه شباب بعد اذن سعادتك يتحبس. المقصود بقى مش هو اللي يتحبس عفوا، يعني الحكم صادر ليه حجيه على كل من اختصمته وكل من له حق ليه حق عليه في تنفيذه يتحبس اعمالا للماده 123 من قانون العقوبات اللي هي بتعاقب على اي موظف في الدوله مهما على شانه او قل من عدم تنفيذ الاحكام والاوامر. ونفس الامر بينطبق على اعضاء زايد. ما انا جاي لحضرتك، اعضاء زايد لاجئين لحد دلوقتي بكامل الاحترام الى محكمه القضاء الاداري لتعزيز موقفهم. وعندهم الاربع انا جاي بقى لحضرتك والتحكيم. عارف بقى اللائحه الاسترشاديه اللي انا بقول لحضرتك، اللائحه الاسترشاديه باللجنه الاوروبيه سوف يخربوا كل الانديه على مستوى جمهوريه مصر العربيه لانها لوائح غير دستوريه، وهو ده اللي انا بالامس القريب انت حضرتك تقصد انها لم تسترشد جيدا يا فندم؟ لا هو في لائحه استرشاديه تديني حق الانتخاب بقيمه الانديه زي النادي الاهلي وما يدينيش حق ان انا اتظلم من ان انت ما استوفيتش لجنه طعن داخليه؟ مفيش. ما ادالكش سقف للدعايه مثلا؟ مفيش. على غرار طبعا قانون مباشره الحقوق السياسيه، قانون انتخابات مجلس النواب وما كان موجود الشورى، وقانون رئاسه الجمهوريه. هل هيحتاج القانون 71 انه ممكن تحوله المحكمه الاداريه ممكن تحوله دستوريه؟ انا امبارح دفعت بعدم دستوريه 4 مواد في 66 67 68 69 ودفعت بعدم دستوريه الماده 13 من اللائحه الاسترشاديه ودفعت كمان في بقى ايه ده، في كمان اللائحه اللي هي اسست مركز التسويه والتحكيم. يا حضرات القانون هو ليه النهارده في ناس كتير مش فاهمه حاجات قانونيه انا واجبي اقولها وما ينفعش اسيب الناس من غير ما ادي الواجب ده. ايه هو مثلا؟ خد عندك مفاجاه. هو ليه النادي الاهلي طب يعمل انتخاباته ب 12 عضو؟ لان في لائحه استرشاديه، لائحه سميناها اللائحه الام، صدرت من اللجنه الاولمبيه. اللائحه دي من احدى البنود بتاعتها قالت ايه؟ قالت ان الانديه الاخرى كل الانديه بصرف النظر عن اللائحه الام لو حبت تعمل لائحه والجمعيه العموميه وافقت عليها فمن حق النادي يجري الانتخابات عليها زي نادي الزمالك. ده اللائحه الاسترشاديه ايوه هي اللائحه البديله في حاله وليس انا فشلت وليس هي الاصليه. برافو عليك. الاصل نادي والاستثناء اذا لم تستكمل الجمعيه فتروح للاسترشاديه. هل ينفع يبقى في لائحتين ممكن انا اجري عليهم انتخابات بما يؤثر في المراكز القانونيه المتشابهه لكافه الانديه في جمهوريه مصر العربيه؟ ده في المحافظه الواحده. تمام ايوه برافو عليك. يعني انا النهارده عايز اقول ايه؟ ان الشبهه لا زالت عالقه. دي نمره واحد. نمره اثنين، قول لي ازاي انت نازل، انا رحت عند حضرتك في نادي اليخت ونزلت ضدك، عايز اعترض عليك، اعترض عند مين؟ ما حطليش لجنه قضائيه عشان خاطر اعترض عليك كان ليا بيسببها. انا اشكي اليك منك. الطعن برافو عليك. انا النهارده بقى لما اجي اروح للمهندس هشام طه حطب او مركز التسويه والتحكيم اللي هو كان الاحرى بيه لما راحت له الملفات يدي ملحوظه على ان ملف العضو محمد الصباط في مشكله. انا اللي مش استرسال يا فندم. لا عشان ناخد وقتك تماما في الدعايه. تمام. لا موضوع الدعايه انا لا في داعي لبرنامجك. تمام في الدعايه لبرنامجك في ايقاف
هل من الممكن الجمعية العمومية الانتخابات توقف هذا الأسبوع؟ آه يعني أنا أنت بتسألني سؤال استنباطي. لو أي من الجهات القضائية أو من يدعي أن هو معه، طب أنت أنا هقول لحضرتك على مفاجأة، أنت تعرف مركز التسوية والتحكيم بيحل المشاكل إزاي؟ إزاي؟ بالوساطة والتوفيق والتحكيم، قول لي الثلاث عناصر دول. ماشية ترتيب كده؟ آه وساطة؟ وساطة. آه توفيق؟ آه يعني الأول يتوسط ما بينهم أن هم يوفقوا مع بعض. أنا النهاردة إيه؟ أنا مثلا أنا طاعن على الأستاذ محمد الضماطي، معلش يعني، رحت اشتكيته في اللجنة الأولمبية، هيجيبوه يقعد قصادي، ممكن نتكلم في إيه؟ أنا آسف يعني. يعني ممكن يقول لي مثلا اول خطوه ما بتحصلش ولا ما يعني اول خطوه ما بتحصلش، ما ينفعش ما بتحصل. انا يبقى عندي محكمه القضاء الاداري اللي هي طبقا للماده 10، الماده 10 في القضاء الاداري بتدي الحق لاي مواطن الدخول الى محكمه القضاء الاداري، يسلبها غرفه اقل منها في القيمه والقامه القضائيه، للاسف ده مفروض. طيب استاذ خالد، انا هذهب للاستاذ ايمن، ايه اللي حضرتك شايفه في القوائم الاخرى او المرشحين الاخرين كنت تتمنى انه يكون موجود مع حضرتك عشان تكسب؟ اولا يعني تحفظا على كلمه قوائم، يعني مفيش حاجه اسمها قوائم، الانتخابات فرديه يعني. انا عشان كده قلت المرشحين الاخرين. صدفه ان هي حتى النهارده يعني قابلت احد الاعضاء وبتكلم معاه تقول لي لا انا في ناس فاهمني ان هي القايمه على بعض، ياخدها يا ما ياخدهاش. قلت لها لا مفيش الكلام ده، حصل جدال جامد جدا جدا لدرجه ان كان حد كان معدي بالصدفه فقال لها لا هو بيتكلم صح، وبدا يشرح لها الموضوع ده. فهي تحفظا اساسا يعني تحمس برده للائتلاف. انا عايز اشرح للناس وافهمهم يعني، طبعا الناس فاهمه وعارفه، بس موضوع القوائم بقت حاجه اساسيه في الانتخابات. لا مفيش حاجه اسمها قائمه، يعني الاجيال اللي طالعه كلها هي مقتنعه ان دي قائمه، يعني انتخابات قوائم. طبعا ده شيء غير قانوني وشيء غلط. فيعني فالمواضيع لازم الناس تبقى يعني ايه قائمه قائمه قائمه، بقت فكره اساسيه في الدماغ. ومن هنا جاي لنا تكليف لحضراتكم، طول ما انتم بتأدوا رساله اعلاميه محترمه ارجوكم بالظبط يوميا بصروا الجمعيات العموميه كلها مش الاهلي، ليس هناك قائمة في الانتخابات المتعلقة بالأندية الرياضية. رسالة بمناسبة كلامك، أنت بتتكلم صح أستاذ أيمن. أنا قابلت أحد الأعضاء فقال لي وأنا لو انتخبت فلان من القائمة الثانية صوتي بطل. أنت بتتكلم صح بالظبط. اه لا ده هم المشكلة حريصين عليها على فكرة. فحتى هي بتقول لي طب أنتم ما ظهرتوش ليه بقى، يعني بقى لكم فترة الناس ظهرت من زمان. قلت لهم طب دي ناس معاها 50 مليون، انا ما عايش 50 مليون. يعني حضرتك كنت مثلا تتمنى ان يكون معاك المبلغ المالي للصرف على الدعايه؟ لا 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 بص المبدا الاساسا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، واللي بيحصل ده تبذير. طب انا اقول لحضرتك تبذير طبعا. هي القايمتين دول مجازا يعني، عشان انت عارف انا معترض كلنا كائتلاف يعني بنثقف بعض، انا اتثقف سياسه. ائتلاف المهندس محمود طاهر وائتلاف الكابتن تمام. محمود الخطيب. هل تعتقد الملايين اللي بتصرف طيب هل تعتقد المصاريف اللي بتصرف دي هم محتاجين هذه الدعايه؟ انا هقول لحضرتك بقى على حاجه، الانتخابات بتاعه النادي الاهلي ما تخلينا نتكلم فيما تريده انت. اهو انا هقول لك، وليس لنا علاقه. هقول لك على اللي انا عايز اريده، اللي انا اريده يراعى تغطيه برامج المستقلين مع القائمتين اللي موجودين طبقا للدعايه الطاغيه، لان انا ما ينفعش الكابتن محمود الخطيب في قيمته ينجح احد اعضاء فوق السن مثلا اللي احنا بنفسه، وانا شايف لنا ولا اي حد غيرنا اولى ما يتاخدش. ما ينفعش يبقى انا داخل اعلم عليه عشان خاطر الخطيب يا حضر، يعني الكابتن محمود الخطيب ما هو في ناس بتأيد من اجل الكابتن، بتأيد من اجل القائمه. ما هي دي مشكله. ده يخل ايه بقى؟ يخل بايه بقى وحضرتك عارف؟ يخل بمبدا تكافؤ الفرص، خدت بال سعادتك، بما يؤدي الى فساد العمليه. طب استاذ خالد، طب ليه حضرتك ما ابتديتش دعايه لحضرتك من فتره اطول حتى تصل الى كل اعضاء الجمعيه المميزه؟ شوف انا بكل السبل مهما كان اجاوب على سؤالك. انا كان عندي مشكله قانونيه موجوده، النادي الاهلي هيقيم انتخاباته ولا مش هيقيم؟ اللائحه الاسترشاديه اللي احنا صوتنا عليها في فرع النادي الاهلي والجزيره، لا الجهه الاداريه هتشفعها ولا مش هتشفعها؟ فانتخاباتك على المحك، تم الاعلام من اداره النادي الاهلي لا مش هنجري الانتخابات على الاهلي. حضرتك واخد قرار ان انت تنزل الانتخابات، فده معناه ان انت تبتدي بدري حتى تكون صباح. ابتدي بدري يعني عفوا الاليات هم عملوا ايه غير اللي احنا عملناه؟ أنا هم مجموعه ومجموعه معروفه داخل النادي. أيوة ومجموعه. عارف بقى المجموعه المعروفه دي، هرجع لحاجه سعادتك بس انا هرجع لا قبل ما ترجع. عارف ليه؟ لان انا حسيت ان لا المجموعه المعروفه استناني بس دقيقه واحده. عارف المجموعه معالي النائب على فكره هو تحفظ شويه وجاوبك نص الاجابه، انا مش بقول له حاجه لا اقول لك في ايه. لما اكلمك عن التوريث كان يقصد التوريث الاساسي اللي عايز يتكلم فيه ويعرج على الجانب الرياضي
كان يقصد التوريث اللي موجود في مجلس الإدارة والأعضاء اللي نازلين، اللي يقول لك انا والدي برضو كان كذا ووالدتي كانت كذا ومش عارف ايه. لا يعيبه فندم، ما انا جاي حضرتك ما يعيبوش على فكره. بس ده سي في يا بيه بعد اذنك، ده بيه يا بيه بعد اذنك اتفضل. لما والده ووالدته بالكفاءه اللي كانوا فيها في النادي الاهلي وبيأدوا دور رياضي وهو لاخره، مش معنى ذلك ان هو يعني يرث الاداء ده. ما هو برضو كانوا موجودين في مجالس ادارات وطلعوا منها. مش الناس اديته؟ ما هو الناس هي اللي بتقرر. ايوه مش الناس. عارف الناس اديته ليه بقى؟ عشان خاطر احنا مش النهارده. لا انت كده بتشكك. لا بشكك. بتشكك في الجمعيه العموميه؟ لا التشكيك في الجمعيه العموميه لا. اشكك في المعلومه اللي بتصدر. طب انا هروح مش هقع معاك يا استاذ خالد. لا ما تقعش معاك. ده هقول لك على حاجه حاسم بيها حواري ده، بس الحته دي معايا انا؟ ليه يا جماعه انا بتكلمكم عادي؟ هقول لك على حاجه يا استاذ خالد. اسمعني انا اشكك في من، اسمعني انا اشكك في من يسرب للجمعية العمومية أن القائمة بعلامة واحدة. يعني لو ما خدتش قائمة بس أولا أنت صح كده واستاذ أيمن. أيوة. فعلا احنا هنعمل على دي بعد إذنك. ده تكليف. أنت بتتكلم صح، ده تكليف يعني. سيادة النائب أنا الأستاذ خالد رجع لي لمادة كنت نسيها، المادة 103 من الدستور أكلمك فيها اللي بتحظر عمل النواب. ماشي. مع إن أنا مؤمن ومقتنع إن العمل التطوعي ليس بعمل بما ان التفرق. بس انت ايه رايك في الدعوه اللي مرفوعه؟ هو بعد اذنك قبل الرد. لا هو في دعوه مرفوعه للماده، هو نائب في مجلس الشعب على فكره. مش هو ده في ناس يعني مرفوعه مرفوعه على كتير وانديه اخرى. اقول لك تداعياتها ايه كده. هو عايز برضه هو هي الدعوه مرفوعه على 9. ما هو لما يبقى السؤال قانوني وجهه لي انا بعد. لا ده انا عايز اعرف وجهه نظرك. اولا عايز اقول لمعاليك على حاجه. اتفضل يا فندم. قبل ما ارد على سؤالك ده، احنا قايمتنا او تحالفنا اسمه ائتلاف الاهلي للجميع، مش ائتلاف الهام عجين. خلي بالك في حاجه، خلي بالك في حاجه، خلي بالك في حاجه. ائتلاف الاهلي للجميع. ما انا يا جماعه والله بعرف اقرا. لا ما هو المعنى من القرايه بقى. المعنى انت مش المستهدف بالنسبه لي، المستهدف الجمعيه العموميه. وانا عايز اقول لمعاليك على حاجه، هو احد افراد الجمعيه. احنا يا فندم في انتخابات، فانا عايز اوجه لسيادتك انت والاستاذ محمد انتقاد انكم انتوا طبعا حريصين على الحياديه، فعايزين احنا لما نجيب سيره اي حد من المرشحين تكونوا نفس يعني نفس الشيء لما يحدث لحضرتك. لن حضرتك اول اساس انه يتحدث عن سيادتك الاطلاق. لا يا استاذ خالد لن نسمح. يا فندم يا فندم يا خالد يا خالد يا خالد ما هو احسن ابداع البرنامج مش جايين نتحدث عن حد. دي انتخابات. يعني ايه انتخابات؟ شفنا الانتخابات الامريكيه، هيلاري كلينتون وترامب كانوا انا ده من حقي، وعلى فكره وانا بسمح لك وبقول لك اهو، اي مرشح يجي لك هنا وينتقدني فهذا حقه، لان انا مترشح نفسه. انت ممكن يرجع نقدي ليك في ايه؟ ايا كان انت زي حر. ايه مثلا؟ يعني انت حر. ممكن انت حر. انت تقول مثلا انت ضرر نفسك. فانا عايز بس ما تنقضونيش في ان انا مش بتخائم، يعني مش بتعدى عليهم. بالعكس انا ما بتكلمش. انا لو لاحظت بقول لك انا المهندس محمود طاهر عمل شغل انجاز في النادي ما فيش شك. ما حدش بس انا قلت لك جمله انت ما خدتش بالك منها. قلت لك ان اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي اللي انا منهم لهم سمة ولهم طبيعة، لدرجة ان هناك بعض الاشخاص مشغلين برامجهم مسخرة لسب البعض والتجني على البعض كده. احنا بنشهد بموضوعيتكم هنا على فكره. بس خلي بالك في حاجه، يعني انا لم اتعرض لشخص. يا ابني ما نحكي لشخص منهم. انا لا استنى بس، طول بالك انتوا اخرتونا واحنا هنأخر. لا انتوا اخرتونا ووعدنا ان احنا هنقعد لحد ما احنا اللي نقول خلاص. احنا قاعدين معاكم للانتخابات. احنا للانتخابات. القناه دي خلي بالك دي قناه الاهلي. تمام. والبرنامج ده بتاع الاهلي ينتخب. طب مش عايزين ما تضيعش وقت معاليك وافضل اتفضل. واحنا المفروض مفترض ان انا بتفضل. انا كاتب هنا يا فندم الرئيس مش للرئاسه. الموضوع خلصان يعني مش فاهمها. لا 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 لازم تفهمها. لا اصل انا لها معنى. يعني ايه لها معنى؟ ده اعتبار ما سيكون. لا ان شاء الله. ولا انت جايبها من الكنترول؟ يعني انا جايبها من الكنترول. انا ثقتي في الجمعيه العموميه وثقتي في البرنامج بتاعي والله وثقتي في الله قبل كل شيء. انا بعدلك ازاي قبل كل شيء عشان ما حدش ياخدها عني. ان انا مش صعب على الجمعيه العموميه انها تحاول تغير، وانا من حقي اوصل فكري للجمعيه العموميه وانقض
الاخر اللي بينافسني وهو من حقه ينقضني، وهذا حق للجميع. بتتكلم الانتخابات صح، حق للجميع والله. انما بقى ايه يعني، انا عايز اقول لك على حاجه، الاهلي له مبادئه له اخلاقياته، وانا ما اخطاتش في حق شخص منهم بصفه شخصيه، انا بنقضه في ما اداه. يعني انا النهارده من حقي، انا بطلب اهو على الهوا ومعاكم، بطلب الكابتن محمود خطيب والمهندس محمود طاهر والاستاذ محمد ثابت في مناظره لصالح الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. اولا انا هاكد كلام سياده النائب بحاجه، ويكون هنا في البرنامج عندكم وفي النادي بتاعكم وفي نادي انا من حقي انتقد. بص يا جماعه، ابن حزم الاندلسي ليه كلمه شهيره جدا، قال لك المتصدي للعمل العام كالمتصدق بجزء من عرضه. الله، بالظبط كده. طب تمام طبعا، بس احنا بنحاول اننا نادي اهلي. انا ما وبنحاول انا ما كلمتش يا فندم، يا فندم فضل. ما انا ما قلتش الكابتن محمود الخطيب يعني ما تعرفش حاجاته الشخصيه او متزوج او مش متزوج او ساكن فين، او انا بتكلم في ان الكابتن محمود خطيب وده حقي، ان هو كان في 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 مجلس في مجلس اداره سابق للمهندس الكابتن حسن حمدي، وقعد دورتين. ماذا ادى هذا المجلس لمده دورتين؟ ايه اللي قدمه؟ الكابتن محمود طاهر برضه نفس الشيء، كان رئيس نادي الاهلي لمده 4 سنوات، 3 سنين بالانتخاب وسنه بحكم محكمه. يعني انت قعدت 4 سنين يا باشمهندس محمود طاهر لحد النهارده. طورت طورت، شلت الترابيزتين القدام وطورت كلام جميل جدا، بس عايز اقول لك لحضرتك برضو ان الكافيه القهوه البلدي اتطورت وبقت كافيه، وكل النوادي اتطورت، يعني اللي انت ودي سمة العصر. حتى وزاره الاسكان يا راجل طورت من شكل المساكن الشعبيه اللي كانت بتبنيها. فالتطوير اللي انت عملته ده انا يعني ده لا يعني لا يستحق الاهلي هذا التطوير فقط. الاعضاء عضو الجمعيه العموميه من النادي الاهلي، انت لو لاحظت وانت انتقدت ده في 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 البرنامج بتاعنا، ان احنا ما اتكلمناش على الكوره وما اتكلمناش على الرياضه، لان كل الاهتمام لهذا الجانب، وجانب اخر اللي هو هيدعم هذا الجانب الاساسي اللي هو الاستثمار. الاهلي اسم، انا بقى انا 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 هسيب لك البرنامج بتاعي وعندك 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 كل عندي، قريته قبل ما حضراتكم تيجوا وعندي، لان انا بحب دايما انا فندم جمعيه. انا فندم بقول للي هينجح، بقول للي هينجح لو نجح لا قدر الله حد غيري، يعني بقول له البرنامج ده اذا ما نفذتوش يبقى انت خنت الامانه لنادي الاهلي. ومش مهم في حاجات فيها ربما مش على مزاجك او انت ما تعرفش تنفذها، لكن انا تحت امر انا والرجاله دي، اذا لم نوفق احنا تحت امر اي مجلس اداره ان احنا نقف جنبه ونسنده في انه ينفذ، وصدقني هيبقى نجاح للنادي الاهلي ونجاح له هو كمجلس اداره. سياده النائب الهام عجينه، شرفتنا ونورتنا النهارده. تعرف انا اشكرك واشكركم على ختام كلمتنا بعد اذنك. اعتقد انت قلت هبتدي في عجاله يا فندم. انا بس عايز اقول لحضرتك البند 7 يبدو ان حضرتك ما قريتوش، متعلق بالرياضه، خدت بال حضرتك، وبنقول انشاء اكاديميات على اساس النادي الاهلي. ولا احنا اتكلمنا فيها غير حضرتك في حاجه بقى. انا النهارده ما بقفش في المنطقه الرماديه زي ما علي النائب قال في الانتخابات، لكن لما الاقي انت النهارده الجمعيه العموميه مخاطب بيها مين؟ 21 سنه فاقصى، وده اللي هيوقع. لما توزع عليه بلالين بلالين بالونه يعني في عصايا كده، انت تقصد بيها مين؟ تقصد بيها مين لما توزع؟ اما توزع في الدعايه بتاعتك عشان تعرف ان هي دي اللي سعادتك اثنيت عليها، مش هنقف في المنطقه. مين اثنى على مين؟ لا اما حضرتك اثنيت على ان في الانتخابات لا اتكلم يعني. من حقك تمام، اما يتوزع على اعضاء الجمعيه العموميه السلم والتعبان. خدت بالك يا فندم؟ هو المرشح شايف ان دي شيء هيفيد، هو شايف كده فندم. يعني هو مفيش حاجه، تعيبه. طب هو اداها لي وانا قاعد اعمل ايه يعني؟ هو اداها لي اتوزعت عليا. ما هو برده مفيش اي حاجه تعيبه يا فندم ان هو يعمل الطريقه اللي تناسبه زي ما حضرتك. فيها مين؟ ده النادي الاهلي، ده الجمعيه دي، ده الاستاذ خالد وحضرتك بتتكلموا على السمه الاساسيه اللي موجوده في عضو النادي الاهلي. هاخد من سياده النائب الهامي قبل ما اختم واقول لحضرتك، هو قال ده انتخابات ومن حقي ومن حق كل فرد. انا شايف انه من حقي يدي اذا الجمعيه العموميه، اذا عضو الجمعيه العموميه راى ان دي رشوه
انتخابية فهو لو هي الموضوع مش رشاوي لكن هو لان رشوه ايه سلم متعلق لا هو لا يقل هو اعتقد ان الرساله وصلت بس عشان اسف لبلواتي عجله سريعه في حته برضه ما اتكلمناش فيها ان شاء الله ناويين نعمل حاجه زي معاشات للي هم بيطلعوا فوق السن هنشوف معاشات اعضاء اعضاء هنشوف الاعضاء ولا عاملين لا الاعضاء ولا بتكلم على الاعضاء بتكلم على الاعضاء العاملين ايوه عضو يعني انا عضو عامل بالظبط انا هشوف الاشتراك السنوي هنعمل حاجه معينه ندفع مثلا مبلغ 10 جنيه 20 30 على سنان تطلع سن 60 يبقى لك معاش هو عايز يعمل تكافل اجتماعي بالظبط وفي حته ثانيه برضو ان احنا بالنسبه للشركه دي هي هتكون مثلا 50% للنادي الاهلي لسه هنشوف التكييف القانوني بتاعها بالظبط يا فندم معلش انا اسف نسب. انا مضطر ان انا اختم مع حضرتك استاذ خالد سليمان المحامي بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ ايمن فتحي بشكر حضرتك شكرا جزيلا ان شاء الله عموما انا اتشرفت بيكم واستفدت وانا كنت قريت برنامجكم قبل كده وطبعا سياده النائب هو قال في احدى تصريحاته هو بنفس شهره الاخرين وهو فعلا ليه منطقه بتاعته ومنطقه السياسه فهو مشهور فيها انا شرفت بلقاء حضرتك انا اللي شرفت بيكم وبالقناه نادي الاهلي بس انا عايز اقول لك على حاجه كلام كلمه اخيره اتفضل الهام عجينه رئيس نادي الاهلي القادم بالثقه وليس غرور ان شاء الله تلك هي النهايه نهاية الحلقة السلام عليكم نهاية الحلقة أصلا